السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب سينيور وان في كل مكان، أهلا بكم. معكم مستر محمد سعيد. إن شاء الله النهاردة شباب هنقوم بتخطيط المقرر بتاع شهر أكتوبر اللي أنت المفروض هتمتحن عليه إن شاء الله. وفي مثلا درس ممكن نزوده ولا حاجة، كان نظام مراجعة برضه. يعني أنت في الألجبرا مقرر عليك تقريبا لحد الكومبلكس نمبر، في بعض المدرسين بنهم زودين كمان درس معانا اللي هو التايب أوف روتس. فاحنا هناخد الانترودكشن وهناخد الكومبلكس نمبر وهناخد برضو وهنرجع بشكل كويس التايب اوف روتس. طيب بالنسبه للتراج، التراج انت كده كده عندك اول تو ليسنز بس، يعني صعب قوي ان اي مدرس ممكن يزود لك على بعد الريديان ميجر. عندنا ان شاء الله بالنسبه للجيومتري هو اول ثلاث دروس، لانه خلي بالك ليسن 2 اصلا اللي هو السيميلاريتي اوف تراينجل افكاره كثيره جدا 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 ودرس طويل جدا جدا جدا، فهو فعلا انت عندك لحد ليسن 3 بس في الجيومتري. يبقى دي الدروس ان شاء الله هنراجعها بشكل كويس. طيب اول حاجه قبل ما نعمل اي حاجه خالص، عايزك تصلي على النبي ونبدا نشوف مع بعض شرحنا هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. بص يا حبيبي، اول حاجه سريعا كده، احنا معانا في الانترودكشن، معانا في الانترودكشن بصفة عام احنا لما يكون عندنا ايكويشن عندنا ليها طريقتين للفاكتورايزيشن بصفة عامة. عندنا حاجة اسمها فاكتورايزيشن وعندنا حاجة اسمها جنرال فورمولا. طيب الفاكتورايزيشن اللي هو المفروض كان اللي انت كنت بتحله باستخدام الكالكوليتر او باستخدام مخك، والجنرال فورمولا اللي هو القانون بتاعها نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف ذا سكوير روت اوف بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي اوفر ال 2 اي. طيب ده لما يكون عندنا صوره على ايد اي اكس باور 2 بلس وبي اكس بلس ال سي، ان انت بتروح ده معناه الكوفيشنت اوف اكس باور 2، البي هنا معناه الكوفيشنت اوف اكس، ال سي هنا معناها ابسولوت تيرم. فكنا بنقدر نعوض في الموضوع ده وبنبدا نشتغل يعني. طبعا الامور دي كانت سهله جدا واي حد عارفها. طيب بصفة عامة الكوادراتيك فانكشن او الكوادراتيك ايكويجن دي كده بصفة عامة لما نيجي نشتغل عليها، كنا زمان يعني لما كنا بنشتغل عليها كانت الفانكشن بتاعتي بتعمل انترسكت مثلا الاكس اكسس عند 2 بوينتس، بساعتها ده السولوشن ست عند ال 2 بوينتس دول تحديدا، بيعمل انترسكت عند 1 بوينت للاكس اكسس، فساعتها الاجابة هنا بتبقى 1 بوينت بتبقى تلك البوينت. رسمت رسمه ما قطعش اكس اكسس خالص في حاجه، وبالتالي يبقى السولوشن سيت هنا هيكون بفاي. دول الثلاث حالات بتوعنا يعني. وكان عندنا سؤال جميل قوي تقريبا كان اصلا من بريب 3، ممكن نحله معاك سريعا لانه في بعض المدارس بتجيب السؤال ده برضو. احنا كنا الموضوع هنا شباب ان احنا بنعمل تيبل، يعني حضرتك بتعمل تيبل كده على حسب الانترفال اللي موجوده معاك، يعني انت معاك هنا اكس وهنا حاجه اسمها اف اوف اكس، فانت النمبرز بتاعتك هنا نيجاتيف 2 بعد كده نيجاتيف 1 بعد كده 0 1 2 3 اند 4. وبنبدا نشتغل على الكالكوليتر بنظام انا علمته لك زمان قبل كده، تعالوا كده مع بعض نشوفه. يعني مثلا انا همسك الكالكوليتر كده يا شباب وابدا اكتب الايكويشن دي نفسها على الكالكوليتر. طبعا كنا بنقوله مود، وفي هنا كلمه اسمها تيبل هنضغط عليها شوفها هي موجوده عندك فين، وبنبدا نكتب الايكويشن بتاعتنا دي. طبعا اكس بار 2 اللي هي الفا بعد كده فتحه البراكت بعد كده نعملها باور 2 كده ادي اكس بار 2 بعد كده ماينس 2 اكس، يبقى ده مستر ماينس ال 2 الفا قفله البراكت يبقى دي 2 اكس وبعد كده ماينس 3. ماشي يا باشا. هنا بقى حبيبي المفروض بيقول لك ستارت اللي هي بدايه الانترفال بتاعتك اللي محددها لك نيجاتيف 2، يبقى انا اقول له نيجاتيف 2 ايكوالز اند اللي هي نهايه الانترفال رقم هنا اسمه 4، يبقى انا اقول له 4 ايكوالز ايكوالز. هيدينا بقى التيبل بتاع حضرتك اللي هو قدامك ده. يعني انا دلوقتي هنيجي نمسك، يعني ممكن نكتب هنا النيجاتيف 2 معاها 5 والنيجاتيف 1 معاها 0 وال0 معاها نيجاتيف 3، يبقى 5 0 نيجاتيف 3، يبقى هنا 5 0 نيجاتيف 3. طيب بالنسبه للارقام اللي تحت لو هنيجي ننزل تحت خالص كده، ال1 معاها نيجاتيف 4 وال2 معاها نيجاتيف 3
وال3 معاه 0، نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 0. ثم في الاخر خالص اخر قيمه اللي هي المفروض الفور، الفور هنا معاه 5. وبتبدا حضرتك ترسم هذا الجراف. هو بقى المره دي بيقول لك انا عايز السولوشن ست بس باستخدام جرافيك لي يعني. فهو كل الموضوع مستر الموضوع هنرسم الرسمه بتاعه الارقام بتاع الكوردينيت اكسس عادي خالص، ونبدا نمثل البوينتس دي يا حبايبي. يعني احنا معاك هنا نيجاتيف 2 5، القلم بتاعي بيبقى نيجاتيف 2 بعد كده بيطلع لل 5، هنا طبعا 5 مثلا، نيجاتيف 1 و 0 و 0 يبقى معناها ولا اطلع ولا هنزل، طبعا 0 نيجاتيف 3 ادي 0 نيجاتيف 3، ثم 1 ونيجاتيف 4، ثم 2 ونيجاتيف 3، ثم ال 3 وال 0، وبعد كده ال 4 وال 5. هتلاقي الرسمه بتاعتك جايه لك بهذا الشكل. هو عايز السولوشن سيت، هو كده كده فيرتكس اوف ذا كيرف اللي هي البوينت دي اللي هي كده كده اصلا كنا بنجيبها من منتصف الجدول، اللي هي البوينت دي تقع في منتصف المسافه. يعني لو انا كنت طالب منك هنا الفيرتكس اوف ذا كيرف كنت انت هتقول لي 1 ونيجاتيف 4، على شمالك ثلاث ارقام وعلى يمينك ثلاث ارقام، يبقى دي فيرتكس اوف ذا كيرف. لو طالب الايكويشن هنقول له ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري هنقول له اكس ايكوال 1، ودي هتعبر ان البوينت من تحت يبقى دي بتعبر عن مينيمم فاليو قدرها نيجاتيف 4. اوكي هنا بقى انا عايز السولوشن سيت. خلاص هو قطع الرسمه بتاعتي قطعت اكس اكسس عند النقطتين دول، فخلاص يبقى بمنتهى البساطه السولوشن سيت ايكوال سيت اوف نيجاتيف 1 اند 3. ده كده السولوشن سيت بتاعك يعني. فطبعا كانت سؤال تافه خالص. في نقطة بس حابب افكرها لك، انه لو انت ممكن يجيب لك السؤال ده كومبليت يعني او تشوزز عندك في الامتحان، ان هو ممكن نجيب الفيرتكس ممكن نجيب فيرتكس اوف ذا كيرف من خلال القانون ده. يعني انت مثلا معاك على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا 2x باور 2 ماينس 4x بلس 5 مثلا، ده ايكويشن وليكن ايا كان ايه نوعها يعني. اوكي مثلا خلينا دي 3 وخلي ده مثلا ما فيش رقم على سبيل المثال يعني. فانا دلوقتي عايز الفيرتكس اوف ذا كيرف بتاع هذا المنظر، بطبق هذا القانون. يعني لما اكون عايز فيرتكس اوف ذا كيرف من غير انترفال من غير اي حاجه خالص، بطبق القانون اللي قدام حضرتك ده. فانت ما طبعا معاك هنا الاي ايكوال 1 والبي هنا ايكوال نيجاتيف 4 وال3 هنا ايكوال او السي هنا ايكوال ذا 3. فانت هنا يا حبيبي دلوقتي هطبق القانون ده ازاي؟ اللي هو نيجاتيف بي اوفر ال2 اي، يعني ده فيما معناه نيجاتيف مثلا هنا نيجاتيف 4 اوفر ال2 ملتبلاي ال1، يعني الاجابه هنا بتاعتك هتدينا 2 في الاخر. اوكي ال2 دي بقى نفسها بجيب حاجه اسمها اف اوف ال2، يعني انا بشيل اكس واحط مكانها 2 اللي هي 2 باور 2 ثم ماينس ال4 ملتبلاي ال2 ثم بلس 3، فيبقى دي عباره عن 4 ماينس ال8 بلس ال3، فاللي هي نيجاتيف 4 بلس 3 بالاجابه بتاعتك نيجاتيف 1. فالقيمه دي والقيمه دي هو فيرتكس اوف ذا كيرف، يعني الفيرتكس اوف ذا كيرف هنا هتبقى عباره عن 2 اند نيجاتيف 1 بس. يبقى دي بعلمك بس بتجيب الفيرتكس اوف ذا كيرف ازاي. عندنا اهم سؤالين، يعني اهم سؤالين على الاطلاق في الدرس ده كله حبايبي، اللي هو السؤال ده والسؤال اللي بعده، اللي هو بصفه عامه في الانترودكشن. يعني بيقول لي يا مستر لو انت عندك اكس ايكوال قيمه معينه اوف وان اوف ذا تو روتس للايكويشن دي، فانا عايز قيمه ايه وعايز الاذر روت. بص يا حبيبي لما يجي يقول لك انه الاكس بقيمه معينه ده من احدى التو روتس بتوع الايكويشن، خلي بالك تو روتس دول اللي هم مجموعه الحل، لان قيم اكس دي بيطلع عليها قيمتين او ممكن يطلع عليها قيمه واحده. هو بيقول لك من ضمن القيمتين اللي هيطلعوا اكس ايكوال نيجاتيف 3، انا بقى عايز اعرف القيمه الاخرى، القيمه الاخرى دي اسمها او بصفه عامه عايز الايه وعايز الاذر روت. لما يقول ان قيمه اكس بكذا دي احدى الحلول، احدى الحلول اللي هي وان اوف ذا تو روتس، يعني دي نقدر نعوض بيها في الايكويشن، يعني دي قيمه من قيم اكس بتاعتك، فنقدر نعوض بيها ان انا اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 3، يبقى دي 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 اول باور 2، البلس تنزل بلس اللي هي تنزل ايه ملتبلاي الايه اللي هي بنيجاتيف 3 ثم ماينس 3، الكلام ده هنا ايكوال 0. طبعا هنحسب دي هتدينا 18 بالكالكوليتر، دي باي دي هتدينا نيجاتيف 3 a ثم دي كده ماينس 3، هذا الكلام ايكوال 0، 18 ماينس 3 ب 15 يبقى 15 ماينس 3 a ايكوال 0، ممكن نقعد دي هناك يبقى ال 15 ايكوال 3 a، يبقى الاي بتاعتك 15 اوفر 3 ايكوال 5. بعد ما انا طلعت a لو انا جيت عوضت في الايكويشن، شكل الايكويشن الاساسي هيبقى عامل كده 2x باور 2 بلس ال 5x ثم ماينس 3 ايكوال 0. بعد ما انا طلعت شكل الايكويشن بقى حبايبي، هو بيقول لي ان انا هنا عايز الاذر روت،
فاحنا هنستخدم الكالكوليتر عشان نجيب الادر روت على طول يعني. اوكي، والناس اللي مش فاكره موضوع الكالكوليتر تعالى افكرك بيه. يعني الايكويشن دي لما كنا بنكتبها على الكالكوليتر بنكتبها ازاي؟ طبعا احنا هنقول له مود، في كلمه عندك اسمها اي كيو ان اللي هي ايكويشن، في ناس عندها بتقول مود 5 1، وفي ناس عندها بتقول مود 5 3، على حسب نوع الكالكوليتر اسمه ايه عشان يجيب لك اي وبي وسي سطر واحد بهذا الشكل. بتكتب الكوفيشنتس بقى، كوفيشنت اوف اكس باور 2 هنا بتقول، انا اقول له 2 ايكوالز، بعد كده يا مستر اقول له 5 ايكوالز، بعد كده الابسوليت تيرم بتاعك اللي هو نيجاتيف 3 ايكوالز ايكوالز، طبعا اول قيمه بهاف وتاني قيمه بنيجاتيف 3، يعني كده كده كانت في قيمه بنيجاتيف 3 اللي احنا اصلا جبناها. الاذر روت بقى خلاص، يبقى هنا الاذر روت هيبقى عباره عن هاف. اوكي، ده طبعا سؤال لو هيجي لك، هيجي لك تشوزز في الامتحان مش هيجي لك ارتكل خالص. طيب ساعات برضو المستر بيديني تو فاليوز، ويقول لي تو فاليوز دول بيعتبروا الروتس بتاعت الايكويشن اللي قدام حضرتك دي. طيب انا دلوقتي عايز قيمه اي اند بي، فانت برضو بتعوض مره عن قيمه اكس بنيجاتيف 1 ومره عن قيمه اكس ب 5، ازاي يا مستر الكلام ده؟ طبعا احنا هنقول له when x equal 5 ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا ايه؟ multiply 5 to the power 2 plus هنا طبعا البي multiply 5 minus 5، هذا الكلام equal 0. دي طبعا هتلاقيها ان 25a plus 5b minus 5، هذا الكلام equal 0. ممكن نقعد ندقن حتى تاني على فكره عشان تبقى equation من الشكل اللي انا متعود عليه من بريب 3. الكلام ده هنا equal 5، دي كده اول equation ممكن نسميها number 1. طيب الايكويشن يا حبيبي نمبر 2 احنا هنعوض هنا كده when x equal 5. تعالى يا باشا، يبقى ايه multiply، لا احنا خلاص اخترنا 5 when x equal negative 1، يبقى ايه multiply negative 1 to the power 2 plus b multiply negative 1 ثم minus 5، هذا الكلام equal 0. طيب دي كده يبقى ايه على طول plus، هنا طبعا لا مش plus بقى، هتبقى minus b minus 5، هذا الكلام equal 0. دي هتروح هناك، يبقى انت عندك ان الـ a minus الـ b هنا كده equal 5 يا حبيبي، دي كده تعتبر second equation. زمان انت كنت بتروح حاططهم تحت بعض، بتروح مثلا عامل equation دي by 5 عشان بفيه هنا negative 5b و positive 5b يروحوا مع بعض وتجمع الايات مع بعض والشغل ده، ولكن الكالكوليتر بتسهل الموضوع. عشان كده كده السؤال ده لو هيجي لك في الامتحان هيجي لك right choices برضه. فانا دلوقتي نفس الفكره، انا همسك الكالكوليتر حبيبي كده، انت دلوقتي ده معاك اول ايكويشن ودي ثاني ايكويشن، فانت دلوقتي في معلومه هنا بتقول مود 5 وبعد كده مود 5 3 او مود 5 1 برضو على حسب نوع الكالكوليتر بتاعتك. فهنا طبعا بنكتب الكوفيشنز لان هو ده وده مترتبين كده كده اصلا، يعني الكوفيشنت هنا 25 هنقول له 25 ايكوالز، بعد كده مستر 5 ايكوالز، بعد كده مستر 5 ايكوالز، هنيجي على السكند ايكويشن طبعا هنا 1 ونيجاتيف 1 و5، 1 equals negative 1 equals بعد كده في الاخر 5 equals. هيدينا القيمتين على طول، اول قيمه ب 1 اللي هي قيمه a، ثاني قيمه بنيجاتيف 4 اللي هي قيمه b. يبقى احنا كده عامه جبنا قيمه ال a وال b، الكالكوليتر جابتها على طول. طيب الاسئله اللي قدامك دي بيقول لك انه الايكويشن اللي قدامك دي تعتبر من انهي ديجري؟ طبعا انت لما تيجي تفك ده كان اكبر باور معاك هو اكس باور 2، يبقى دي طبعا واضحه قوي ان هي من السكند ديجري. بيقول لك مستر لو احنا عندنا كيرف بتاع الكوادراتيك ايكويشن او كوادراتيك فانكشن كاتس للاكس اكسس عند تو بوينتس، واحده اسمها 2 و0 وواحده اسمها نيجاتيف 3 و0، طبعا واضح قوي ان السولوشن سيت لما يقطع الاكس اكسس في النقطه دي فهو قطع من ناحيه اكس اكسس عند 2، لما قطع الاكس اكسس برده عن النقطه دي فواضح ان هو قطع من النقطه دي، يبقى السولوشن سيت هو عباره عن القيمتين دول تحديدا اللي اسمها نيجاتيف 3 اند 2، اللي هو سيت اوف نيجاتيف 3 اند 2. بيقول لي يا مستر ذا سولوشن اوف ذا ايكويشن اللي قدام حضرتك ده بايه؟ طبعا الموضوع هنا سهل خالص، انت كده كده انت المفروض هتاخد اكس از ا كومن، هيبقى لك اكس ماينس 1، فانت عندك احتمالين يا اما اكس ايكوال 0 او اما اكس ماينس 1 ايكوال 0. اكس ماينس 1 دي لما تبقى ايكوال 0 منها ان الاكس ب 1، خلاص يبقى السولوشن سيت عندك سيت اوف 1 اند 0. طبعا يا شباب هو السؤال ده بقى لما كنا بنحله زمان اللي هو اكس باور 2 بلس 3، يعني لو على جنب كده اكس باور 2 بلس 3 لما انا اجي احلها خلي بالك انا بحلها ان ار، يعني لسه ما دخلتش في الايماجينري دلوقتي. المفروض دي هتروح هناك
يبقى انت معاك ان الاكس باور 2 بتاعتك ايكوال نيجاتيف 3. انا هنا ما ينفعش اخد روت لحاجه نيجاتيف في حاله ايه؟ في حاله الريال نمبر. وبالتالي فالسولوشن سيت هنا في الحاله دي بفاي. بس الدرس اللي بعد ده هيبقى ليه اجابه لما نيجي نخش على الايماجينري نمبر. دي لسه قايلينها، لما اكس ايكوال رقم معين از روت من الايكويشن دي، يبقى احنا نقدر نعوض بقيمه الاكس بهذا المقدار. يعني دي نقدر نقول ال 3 باور 2 بلس طبعا 3 باي ام يبقى ب 3 ام. الكلام ده هنا ايكوال 3. 3 باور 2 ده بكام؟ ب 9. يبقى 9 بلس ال 3 ام ايكوال 3. دي هتروح هناك يبقى 3 ام بتاعتك 3 ماينس ال 9 بنيجاتيف 6. يبقى 3 ام نيجاتيف او الام على طول نيجاتيف 6 اوفر ال 3 نيجاتيف 2. خلاص يبقى قيمه الام بتاعتك هنا نيجاتيف 2. طيب if one of the roots of the equation اللي قدامك ده كده is 4، فبيقول لي هنا انا عايز الاذر روت. طيب ما هو انا مستر الموضوع ده يعني تافه خالص. احنا هنحل الايكويشن اللي هي المفروض اكس باور 2 دي هتروح هناك يبقى ب 16. فلما انا اجي اخد الروت لل 16 هيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 4. فواحد ب 4 خلاص يبقى الاخر بنيجاتيف 4. ذا نيسيسري كونديشن ويتش ميكس ذا ايكويشن اللي قدامك ده از كوادراتيك. ايه الشرط عشان يجعل اللي قدامي ده كوادراتيك؟ هو الشرط عشان يجعل اللي قدامنا ده كوادراتيك يا شباب لازم يبقى موجود اكس باور 2. مش شرط ان هو يتواجد الاكس، اهم حاجه يتواجد الاكس باور 2. الاكس باور 2 دي انا لازم اشوفها. وبالتالي الشرط الوحيد اللي لازم يبقى موجود ان الاي هنا نوت ايكوال 0. ما عنديش مشكله خالص بقى ان ده ما يبقاش موجود اصلا وده ما يبقاش موجود اصلا، انا ما عنديش مشكله في ده خالص. فبيقول لك لازم ال A not equal 0 ولازم ال B not equal 0. لا مش لازم، دي كده مش لازم، عادي ممكن نخفيها. فهو فعلا اللي لازم معايا هو letter C. يعني ما ينفعش الرقم اللي جاي من الاكس بورتو ده يبقى بزيرو، لان لو بزيرو الاكس بورتو دي هتختفي. فده الشرط الوحيد والشرط المطلوب معايا بالنسبه لهذا السؤال. طيب هنا حبيبي ده سؤال بيقول لك ان انا عايز قيمه الاكسبريشن ده، بحيث ان هو بيقول لك ان ال Y less than 0. فانت المفروض يا حبيبي بتحل ده عادي خالص. الباور 2 ده المفروض بيروح بالروت، فبتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. فيبقى انت مثلا معاك واي ماينس 4، لما انا خدت الروت ل 36 فالمفروض هنا اجابتك بوزيتيف اور نيجاتيف 6. يعني انت عندك واي ماينس 4 ليها اجابتين. فانا عندي يا اما هاخد واي ماينس 4 يدينا 6، او يا اما واي ماينس ال 4 يدينا نيجاتيف 6. دي منها ان نيجاتيف 6 بلس ال 4 يبقى الواي بنيجاتيف 2، ودي منها ان 6 ماينس ال 4 ايكوال 2. انا بقى بقول لك ان الواي ليس ذان 0، خلاص يبقى انا هاخد القيمه دي. ان انا هاجي اعوض عن قيمه واي هنا بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 بلس 4 يبقى الاجابه ب 2. اذا الاجابه هنا اللي انا عايز اكتبها او الاجابه هنا اللي انا طالبها هي عباره عن 2. نيجي بقى يا حبيب قلبي للدرس اللي بعده اللي هو درس الكومبلكس نمبر. هنحاول ان شاء الله يا حبيب قلبي نغطي الافكار كلها بتاعتك اللي ممكن تيجي لك في الامتحان. بس تعالوا كده نفسر الامور معناها ايه بالنسبه للكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر يا باشا المفروض هو كل حكايته هنا انك لما كان مثلا معاك اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 3، فالباور 2 لما يروح الناحيه الثانيه بالروت بهذا الشكل، فده ما كانش ليه اجابه لسه حلينا من شويه دلوقتي. لا هنا بقى يبقى الموضوع ليه اجابه. ازاي؟ في اتفاق صغير قوي بيقول لك ان احنا عندنا عدد، حاجه اسمها عدد تخيلي. يعني انا هتخيل ان الحاجه اللي ما لهاش اجابه دي ليها اجابه. ازاي؟ في هنا اتفاق بيقول يا مستر اي تو ذا باور 2 اجابته بحاجه اسمها نيجاتيف 1. ده الحاجه الاساسيه اللي هشتغل عليها دلوقتي. فنيجاتيف 3 دي اصلا اكنها نيجاتيف 1 باي 3. يعني اكنها كده نيجاتيف 1 باي 3، يعني اكنها عباره عن حاجه اسمها اي تو ذا باور 2 ملتبلاي 3. بس هو المفروض في اتفاق بيقول ان الروت ده بيجي قبل الاي، يعني اسمها روت 3 اي بهذا الشكل. ده ساعتها الاجابه بتاع المنظر ده. بس كل الموضوع خلي بالك ان هنا الموضوع بيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف بهذا الشكل. طيب ده كل القصه معانا. بس هنا بقى لما نقعد نلعب بقى شويه حاجات كده، في هنا يا شباب اتفاق بيقول لك انه لو انت مثلا معاك اي باور 2 خلاص دي اجابتها نيجاتيف 1. طب لو انا عايز اي باور 3، دي عباره عن اي باور 2 ملتبلاي الاي. فالاي باور 2 دي نيجاتيف 1 ملتبلاي الاي، يبقى الاجابه هنا بتاعتك نيجاتيف اي. طب لو انا عايز اي باور 4، والحته دي مهمه جدا اقول لك عليها دلوقتي، هي دي اصلا بتنقسم، ممكن نعملها كده اي باور 2 ملتبلاي اي باور 2 يعني نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1، يبقى الاجابه بتاعتك ب 1. نيجي للجزئيه دي تحديدا اللي احنا بنشتغل عليها بشكل كبير قوي. الاي باور 4 ومضاعفاتها دايما اجابتك بتبقى 1. يعني مثلا اي باور 8 اجابتك 1، اي باور 12 ما هو كل دول في تيبل 4،
يبقى اجابتك برضو ب1. طب اي باور 16 برضو اجابتك بتبقى ب1. طب لو جدال قلت لك مثلا اي باور 100، ما هو ال 100 برضو في تيبل 4. طب انا اعرف الرقم ده في تيبل 4 ازاي؟ ان انت بتعمله ديفايدد 4. لو اداك ناتج صريح يبقى ده اصلا كان في تيبل 4، يبقى ساعتها اجابته بتبقى ب1. فهنا مثلا اي باور 100 اجابتك بتبقى ب1. طب لما انا مثلا اقعد العب معاك شويه اقول لك طب لو انا مثلا عايز السمبلست فورم بتاع حاجه اسمها اي باور 102، طب ما هو انت بقى بتفضل اي سؤال بقى يجي لك بالوضع ده بتشوف الرقم ده وتفضل ترجع لورا لحد ما يقابل رقم في تيبل 4، او ينفع ان انا اعمله في ديفايدد 4. ال 102 لما عملتها ديفايدد 4 ما ينفعش. رجعنا كمان مره 101 عملناها ديفايدد 4 برضو ما ينفعش. رجعنا كمان مره ال 100 لقيتها في تيبل 4 فين بقى، يبقى انا فضلت ارجع ورا لحد ما قابلت الرقم اسمه 100 هو اللي في تيبل 4. فدي بقى هتنقسم ازاي؟ هتنقسم كده اي باور 100 ملتبلاي اي باور 2، لان في حاله الباور بنعمل الباور بلس. خلاص الاي باور 100 لسه قايلين اصلا اجابتها ب1 دايركتلي، والاي باور 2 اجابتها نيجاتيف 1، يبقى الاجابه بتاعتك هنا نيجاتيف 1. طب اكزامبل تاني زي مثلا لو انت عندك اي باور 19 برضو نفس الموضوع، ال 19 في تيبل 4 لا، ارجع كمان مره ال 18 لا، ال 17 لا، ال 16 يبقى دي عباره عن اي تو ذا باور 16 ملتبلاي الاي تو ذا باور 3، دي دايركتلي اجابتها ب1. ودي يا مستر عباره عن حاجه اسمها نيجاتيف اي، لسه حاسبينها من شويه هنا. فيبقى 1 باي نيجاتيف اي يبقى نيجاتيف اي، يبقى دي يا مستر السامبلست فورم بتاعت حضرتك. وهكذا بقى. في هنا اتفاق بيقول لك انه مثلا لو انت عندك حاجه اسمها اي باور نيجاتيف 23 مثلا، اوكي دي اصلا عباره عن حاجه اسمها 1 اوفر الاي باور 23 بهذا الشكل. دي قاعده خدناها من تانية اعدادي زمان قوي يعني. فالمفروض ال 23 دي نفس القصه، ادي يا مستر 1 وادي يا مستر اي باور 20 ملتبلاي اي باور 3، يعني قعدت ارجع لورا لحد ما بقيت رقم 20 هو اللي في تيبل 4، فاصبح معايا هنا 1 دي طبعا ب 1 ملتبلاي اي باور 3 لسه حاسبينها نيجاتيف اي، يبقى في الاخر هنا نيجاتيف 1 اوفر الاي، ده ساعتها الريزلت. فشويه العاب جميله كده خلصناها بسرعه يعني. نيجي بقى يا حبيبي لجزء مهم جدا عايزين نراجعه مع بعض، اللي هو جزء حاجه اسمها الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر بصفه عامه يا حبيبي بينقسم لجزئين. في بعض الانواع بالكالكوليتر كنا بنستخدمها بيطلع لك الحاجه في الاخر حاجه اسمها اي، لو انت كنت بتشوفها في الكالكوليتر يعني. فهو الكومبلكس نمبر بصفه عامه بينقسم لجزئين، بينقسم ان في جزء منه ريال وجزء منه ايماجينري. يعني يا مستر دلوقتي اي كومبلكس نمبر بيتكتب مثلا على هيئه حاجه اسمها اي بلس البي اي، حيث الرقم ده بيبقى رقم ريال. يعني ايه ريال؟ يعني رقم طبيعي، رقم هول، اوكي. اما في رقم بيبقى لازق جنب الاي بهذا الشكل ده اسمه ايماجينري، ده بصفه عامه لما نحطهم على بعض يبقى اسمه كومبلكس. طيب هنا بقى مستر عندنا حاجه اسمها ايكواليتي اوف ذا كومبلكس نمبر. يعني الكومبلكس نمبر اللي انا بقول لك عليه ان هو بيتكون من ريال وايماجينري، انا ممكن يبقى عندي ان كومبلكس نمبر ايكوال كومبلكس نمبر، ده بستفاد منه حاجات مهمه جدا جدا جدا. نصلي على النبي ونعرف الحاجات دي. يلا على سبيل المثال من غير ما انا احط لك ارقام، انت مثلا معاك حاجه زي كده بحيث ان الكومبلكس نمبر من ناحيه الشمال ايكوال كومبلكس نمبر من ناحيه اليمين، ايه اللي بستفاده؟ بستفاد يا حبيبي ان الجزء الريال من هنا لازم يبقى ايكوال الجزء الريال من هنا ايا كان ايه اللي محطوط يعني، والجزء الايماجينري يعني الرقم اللي جنب الاي من هنا لازم يبقى ايكوال الرقم اللي جنب الاي من هنا، على حسب ايه اللي محطوط قدامي، بغض النظر ايه اللي محطوط قدامي انا ما عنديش مشكله خالص. فهنا مثلا يا مستر هقول له ان الاي هنا ايكوال سي، وهقول له هنا يا مستر ان البي ايكوالز الدي. طيب في نقطه مهمه جدا بقى، يعني مثلا لو اديتك اكزامبل بسيط قوي، انت مثلا يا حبيبي دلوقتي معاك 3 اكس اوكي على سبيل المثال يعني، بلس حاجه اسمها واي اي، هذا الكلام ايكوالز 3 بلس 5 اي، فبيقول لك مثلا عايز قيمه اكس واي. فخلاص زي ما انا قلت الريال زي الريال، دي منها هستنتج انه ال 3x equal 3 والايماجينري equal imaginary، دي منها هستنتج ان الواي equal 5. خلاص يبقى هنا يا مستر ان الاكس بتاعتك ب 1 والواي بتاعتك ب 5. في ساعات بيلعب معايا لعبه جامده قوي عايز اقولها لك برضو عشان دي تكايه هنا لازم تعرفها يعني. لو انا جيت قلت لك في الامتحان انك معاك هنا حاجه اسمها
على سبيل المثال يعني، خلينا برضو نفس المثال عشان ايه اهو 3x plus y i. الموضوع ده في الاخر equals 7 مثلا بهذا الشكل، وانا بقول لك هنا انا عايز x و y. واحد يجي يهرش في دماغه كده يقول لي ايه ده يا مستر، ده ال7 دي مفيش جزء imaginary، وحضرتك قلت لي بقارن imaginary بimaginary، طب دي مش موجوده. اه طب ما تزعلش نفسك يا عم، بلس 0 اي، ايه المشكله يعني كده؟ انا ما غيرتش معنى السؤال. يعني اللي انا عايز اقوله ان لو انت جزء انت بتقارن دلوقتي حاليا ما لقيتش جزء imaginary يبقى بزيرو، طب ما لقيتش جزء real يبقى بزيرو، ايه المشكله يعني؟ يبقى هنا بلس 0 اي. فهنا لما اجي اقارن خلاص يبقى ال 3x بتاعتك هتبقى equals 7، منها ان الاكس بتاعتك هتبقى 7 over 3، والواي بتاعتك طبعا هتبقى عباره عن ايه هنا؟ 0 بس. طب لو انا عكست لك الكلام زي ايه يا مستر؟ هتعكس لي الكلام زي ايه؟ زي كده. لو انت مثلا معاك 5x plus او 5x وخلاص مثلا equals 5 plus y i بهذا الشكل، وانا برضو عايز x، او بلاش هنا بقى نعكس الموضوع دلوقتي، ممكن نخليها مثلا نيجاتيف 3 i بهذا الشكل اهو يا باشا. وعايز اقول يا مستر ماشي ده كومبلكس، هو ده كومبلكس؟ اقول لك اه. طب يا مستر ما هو الجزء اللي من ناحيه الشمال ده ما فيهوش ريال، طب وايه المشكله يا باشا؟ انت زعلان ليه يعني؟ ده ما فيهوش ريال، ما فيش هنا جزء خالص، طب يا عمي خلاص يبقى بزيرو. فدي على اساسها اقدر اقول دي ممكن تبقى حاجه اسمها مثلا 5x، انا عايز مثلا قيمه x y هنا، فدي على اساسها اقول الجزء الريال زي الجزء الريال، يبقى هنا مثلا 5x equal 0، منها ان قيمه x ب 0 لو كان عايزها، والايماجينري equal imaginary، يبقى هنا مستر y equal negative 3 بس خلاص، يبقى دي قيم x وقيم y بالنسبه لهذا المقدار. يعني مديني برضو سؤال يا شباب بالشكل ده، بيقول لي بس اللي انا عايز اقوله لك في نقطه مهمه جدا في الجزئيه دي، انه لما يكون في ماينس بره البراكت ده لازم تعمله باي الاول وباي الثاني عشان تفكه. يعني المفروض انت هتكتب ده زي ما هو عادي اللي هو 2 بلس ال 5 اي، ماشي يا باشا، الماينس ده بتاع البراكت ده كله يبقى دي اصبح ماينس 4 ثم بلس ال 2 اي، هذا الكلام ايكوال الاكس بلس الواي اي. خلي بالك ان هو كده كده عايز الاثنين بلس بعض. هنا يا حبيبي الوضع اللي قدامك ده انا ما ينفعش اشتغل، لان يعني انت دلوقتي عندك حاجه اسمها لايك تيرمز، لايك تيرمز ده لازم تشتغل عليه الاول. اشتغل الاول ازاي انا مستر؟ دلوقتي يا حبيبي المفروض ان انت عندك انه ده ريال وده ريال، اجمعهم مع بعض يبقى نيجاتيف 2، وده كده ايماجينري وده ايماجينري، اجمعهم مع بعض يبقى 7، يبقى يا مستر بلس 7 اي. ماشي يا باشا، يبقى انا جمعت ريال مع ريال الناتج بتاعه، ايماجينري مع ايماجينري الناتج بتاعه برضه نزلته. وادي يا مستر الاكس بلس واي اي بتاع حضرتك اهي، حضرتك زي ما انت علمتني الجزء الريال من هنا اكس والجزء الريال من هنا نيجاتيف 2، يبقى دي منها ان الاكس بنيجاتيف 2. الايماجينري ايكوال ايماجينري، يبقى هنا مستر الواي ايكوال 7، خلاص؟ تعالى يا باشا. الاثنين دول بلس بعض يبقى نيجاتيف 2 بلس 7، يبقى الاجابه بتاعتك ب 5، خلاص؟ اذا الموضوع هنا تافه خالص. تعالى كده افكرك بموضوع ان لما يبقى عندك براكت تايم براكت طريقه الفك بتاعه كان ازاي، ودي اصلا طريقه كانت بريب 2 يعني. طبعا كنا بنفك الموضوع ده فيرست باي فيرست، فيرست باي سكند، سكند باي فيرست، سكند باي سكند. فتعالى كده ركز معايا واحده واحده. 4 باي 2 يبقى الاجابه بتاعتك ب 8. 4 باي نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 20 اي. 3 اي باي 2 يبقى الاجابه بتاعتك 6 اي، بس بيبقى فيه هنا بلس. ثم خلي بالك بقى الحته دي محتاجه شغل شويه، انا بعمل هنا على جنب 3 اي مالتبلاي النيجاتيف 5 اي. طبعا انا بعمل النمبر باي نمبر، يعني 3 باي نيجاتيف 5 بنيجاتيف 5، اي باي اي اي باور 2 دي اصلا بنيجاتيف 1، يبقى انت اكنك بتعمل نيجاتيف 5 باي نيجاتيف 1، يبقى الاجابه بتاعتك هنا 5. فلما عملت سكند باي سكند الاجابه هنا في الاخر ادتنا 5. ده طبعا في هنا لايك تيرمز، يعني 8 بلس 5 اللي هناك ب 13 ثم نيجاتيف 20 بلس 6، يبقى الاجابه بتاعتك نيجاتيف 14 اي. ده كده السمبلست فورم بتاعك. طبعا دي احنا لسه حلينا من شويه ان الماينس ده يدخل جوه على الحاجتين ونبدا نجمع زي السؤال اللي فات بالظبط. طيب انا عايز افكرك بطريقه فك البراكت باور 2، لاني انا عارف ان الناس مش فاكره كانت ايه النهارده اصلا. يلا يا باشا، طريقه فك البراكت باور 2 المفروض ان انا بقول له فيرست باي فيرست، بعد كده بقول له الفيرست باي السكند، بعد كده باي ال2، بعد كده يا مستر بقول له السكند
باي السكند. دي طريقه الفك بتاعتها مستر اللي بشتغل عليها. في حبيبي لما انا اجي اقول فيرست باي فيرست يعني 3 باي 3 بالاجابه بتاعتك ب 9 دي ما عنديش فيها مشكله. طب لما اقول له فيرست باي سكند وبعد كده باي 2 يعني 3 باي 2 ب 6 باي 2 ب 12 يبقى 12 اي يبقى بلس 12 اي سكند باي سكند. دي قلنا على فكره هي ليها شغل 2 اي باي 2 اي 2 باي 2 يبقى الاجابه 4 واي باي اي باي باور 2 ودي اصلا بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باي 4 يبقى نيجاتيف 4 يبقى سكند باي سكند ده 2 نيجاتيف 4 9 ماينس 4 يبقى الاجابه بتاعتك ب 5 يبقى 5 بلس 12 اي. دي كده السامبلست فورم بتاعت حضرتك. تعالى بقى للاسئله اللي من النوعيه دي. احنا متعودين انه لما يدينا باور غير ال 2 انا ما بعرفش اشتغل عليه. يعني ادانا باور 4 ادانا بس هو لما يجي يديك سؤال من غير باور 2 يقول لك مثلا فكه بنسبه كبيره جدا هتبقى من المالتيبل اوف 2 يعني هتبقى باور 4 هتبقى باور 6 هتبقى باور 8 هتبقى باور 10 مش هيديك الاود نمبرز اللي هو 3 و 5 لا ده مش هيبقى ليه فك معين دلوقتي. فهو كل الموضوع اي باور مختلف عن ال 2 انت بتحاول توصله للباور 2. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت مثلا معاك حاجه باور 4 يبقى دي هتنقسم لحاجه باور 2 من جوه ثم باور 2 كده. طب لو مثلا حاجه باور 10 ماشي يبقى انت هتقسم الحاجه الباور 10 دي لباور 2 ثم معموله باور 5 بهذا الشكل عشان يبقى 2 باي 5 ايكوال 10 وهنا عشان يبقى 2 باي 2 ايكوال 4. طب لو حاجه باور 6 فانت هتقسمها لحاجه باور 2 بس معموله كده كلها كده تو ذا باور 3 عشان يبقى 2 باي 3 ايكوال 6 وهكذا. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انا بحاول ابصلها لباور 2 اوف ذا باور حاجه معينه يروح مدينا الباور اللي اصلا كان مكتوب في السؤال. فالوضع اللي قدام حضرتك ده هيبقى عباره عن 1 ماينس الاي باور 2 بس كلها كده على بعض باور 2 بهذا الشكل. طبعا دي ليها طريقه معينه للفك. ادي يا مستر براكت كله باور 2 كده اهو. فيرست باي فيرست هيدينا 1 فيرست باي سكند باي 2 يبقى ماينس 2 اي ثم سكند باي سكند اللي هو بلس اي باور 2 بهذا الشكل. طيب خلي بالك ان دي اصلا بنيجاتيف 1 مع ال1 اللي هناك راحوا مع بعض مع السلامه بقى لك هنا نيجاتيف 2 اي اول تو ذا باور 2 الباور 2 ده طبعا الاثنين دول لازقين في بعض يبقى في ملتبلاي اصلا ما بينهم يعني. يعني دي اكنها نيجاتيف 2 اي باور 2 ملتبلاي الاي باور 2 بهذا الشكل. طيب هنا مستر دي اصلا اجابتها كام؟ 4 4 ملتبلاي ودي اجابتها نيجاتيف 1 يبقى الاجابه هنا بتاعتك في الاخر نيجاتيف 4. نيجي لموضوع الكونجيجيت. بص يا حبيبي هو كلمه كونجيجيت بصفه عامه يعني لو انا مدي لحضرتك حاجه اسمها كومبلكس نمبر وخلي بالك مش شرط يبقى كومبلكس نمبر ممكن اديك رقم لوحده الرقم ده لو ملوش imaginary بيبقى 0 اي لو ملوش real يبقى بحط مكانه 0. المهم ان الايماجينري او بصفه عامه الكومبلكس نمبر لما اجي انا اقول لك ان انا عايز حاجه اسمها الكونجيجيت انت مش هتعمل اي حاجه في العالم غير انك هتغير الساين بتاعت الايماجينري بس انت هتروح للايماجينري دايركت غير الساين بتاعته يبقى انت كده جبت الكونجيجيت. طيب يعني زي ما انا كاتب لك كده A بلس البي اي الكونجيجيت بتاعه يبقى A ماينس البي اي. طب مثلا على سبيل المثال انا عايز الكونجيجيت بتاع حاجه اسمها 3 بلس ال 5 اي ده يبقى الكونجيجيت بتاعه ايه؟ يبقى 3 ماينس ال 5 اي. طب انا عايز الكونجيجيت بتاع حاجه اسمها نيجاتيف 4 اي بلس 8 مثلا. حد يجي يقول لي هنا الاجابه يبقى نيجاتيف 4 اي ماينس 8 لا غلط. يا حبيبي انا قلت لك قولا واحدا انا عايز كونجوجيت بتاع حاجه انت بتغير الساين بتاعه الاي بس يبقى انا مستر نيجاتيف 4 اي يبقى 4 اي على طول اهي ثم دي زي ما هي ماليش دعوه بيها اصلا. طيب اتفقنا يا باشا؟ طب لو قلت لك انا عايز الكونجوجيت بتاع حاجه اسمها 3 مثلا بس كده انا مش عايز اي حاجه غير ان انا بقول لك انا عايز الكونجوجيت بتاع 3. طب وايه المشكله؟ دي مالهاش اي يبقى دي معناها 0 اي. فانا لو غيرت الساين بقى 3 ماينس 0 اي. طب ما دي اصلا كده كده مالهاش لازمه فاذا الكونجوجيت بتاع 3 يبقى 3 برضه. اوكي؟ والحاجات كلها اللي هي من النوعيه دي يعني. اهو نفس اللي انا بقوله لك انا عايز الكونجوجيت بتاع نيجاتيف 8 يا عم هي كده دي مالهاش اي مالهاش ايماجينري فاعتبر انها كانها 0 اي يبقى بلس 0 اي هتعكسها يبقى ماينس 0 اي خلاص هي كده كده يبقى تفضل نيجاتيف 8 زي ما هي. طيب هنا برضه انا عايز الكونجوجيت بتاع حاجه فما انا مضطر افك ده الاول. مضطر افك اشوفه بكام اصلا. يعني 2 بلس الاي. طريقه الفك ازاي؟ فيرست باي فيرست هيدينا 4، فيرست باي سكند باي 2 يبقى بلس 4 اي، ثم سكند باي سكند يبقى بلس اي باور 2، دي بنيجاتيف 1 مع ال 4 يبقى ب 3، يبقى 3 بلس ال 4 اي. انا عايز بقى الكونجوجيت بتاع ده.
خلاص غير الساين بتاع الاي يبقى 3 ماينس ال 4 اي. اه يا مستر 3 ماينس ال 4 اي دي ساعتها الريزلت. طيب نيجي بقى للاسئله اللي من النوعيه دي، اسئله جميله جدا ومهمه قوي قوي قوي. بيديني فراكشن، والفراكشن ده بحيث انه يكون في الدينومينيتور، الدينومينيتور بتاع حضرتك بيكون في حاجه بالايماجينري، فانا ببدا اشتغل عليها ان انا عايز اتخلص ان ما يبقاش معايا في الدينومينيتور ايماجينري. فانا بعمل ايه؟ بصوا كده، بعمل ملتبلاي الكونجيجيت بتاع الدينومينيتور، يعني بروح اعمل ده كده، دي انا طبعا عايزها في السامبلست فورم، بروح اعمل ده كده ملتبلاي، اطلع بده هنا فوق وتحت. بس بشرط ان بدل هنا هنا ماينس يبقى بلس. خلي بالك اللي باللون الازرق اللي انا عملته ده انا مغيرتش معنى السؤال اصلا، يعني يا حبيبي ده اساسا ب1، واي حاجه في الدنيا باي 1 بنفس الحاجه، يبقى انا كده يعتبر ما غيرتش حاجه خالص من السؤال. فطبعا انا بعمل ايه هنا يا بابا؟ طبعا انا بعمل كل ده باي، يعني النيوميريتور باي نيوميريتور، هيبقى عندك ال3 بلس ال2 اي، وعندك هنا ال2 بلس ال5 اي. الدينومينيتور بقى يا حبيبي ده يعتبر ديفرنس بتوين تو سكويرز اصلا، فانت بتعمل فيرست باي فيرست وسكند باي سكند وخلاص، وفي هنا ماينس، يعني 2 باي 2 الاجابه بتاعتك ب4. ولما اقول له 5 اي باي 5 اي فالمفروض يعني ان الاجابه هتبقى 25 اي باور 2 بهذا الشكل. طيب تعالى بقى فك الموضوع ده تاني، فيرست باي فيرست فيرست باي سكند سكند باي فيرست سكند باي سكند، ال3 باي 2 الاجابه بتاعتك ب6، ال3 باي 5 اي يبقى بلس 15 اي، ال 2i by 2 يبقى plus 4i، ثم ال 2i by 5i يبقى plus 10i power 2، ومن تحت هنا يا باشا 4 minus 25i power 2. طب تعالى لي بقى اجمع الموضوع ده. بص يا باشا، هو انت المفروض دي اصلا negative 1، اوكي؟ اكن دي هنا multiply، يبقى المفروض 10 by negative 1، يبقى الاجابه بتاعتك هنا اصلا negative 10، ماشي؟ المفروض اصلا negative 10 اللي هنا مع ال 6 اللي هنا يبقى negative 4. ولما اجمع دول 15i plus 4i يبقى plus 19i. هنا بقى خلي بالك دي negative 1، negative 1 by negative 25 يبقى plus، يعني اصلا اصبحت بال plus 25 وادي معاك 4 اهي، يبقى اصبح معايا الموضوع ده من فوق negative 4 plus 19i، ومن تحت هنا يا مستر ب 29. ده اسمه denominator مشترك، يبقى negative 4 over 29 ثم plus 19 over 29، ادي يا مستر الاي بتاعتك. خلاص يبقى احنا كده ظبطنا امورنا بشكل كامل بالنسبه لهذا السؤال. هنا برضو يا مستر بيلعب معايا يقول لي كومبلكس ايكوال كومبلكس، فنفس الفكره ان انا معايا ان الجزء الريال هيبقى ايكوالز الجزء الريال، دي منها ان ال 4 بي هتبقى ايكوالز 12، منها ان البي ايكوال 3، والجزء الايماجينري ايكوال الجزء الايماجينري، يعني دي منها ان 3a ايكوالز نيجاتيف 27، يعني منها ان الاي ايكوالز نيجاتيف 9. لما نيجي نعمل ديفايدد هو بيقول لك اعملهم بلس بعض، فخلاص هعملهم بلس بعض، يبقى الاجابه بتاعتك هنا نيجاتيف 6. طيب تعالى بقى نخش مع بعض على الليسون اللي بعده اللي هو التايب اوف روتس. تعالى كده نشوف الليله هنا فيه ماشيه ازاي. تايب اوف روتس يعني ايه يا مستر؟ تايب اوف روتس يعني انواع الروتس، يعني برضه يا مستر انواع الروتس. انواع الروت هنا يا شباب هو اصلا كلمه روتس اللي هي قيم الاكس اللي بتطلع لك من حل الايكويشن بتاعت الكوادراتيك، لان الدرس ده كله بتعامل مع الكوادراتيك ايكويشن. فهو انا بصفه عامه يا حبيبي قلبي انا بجيب انواع الروتس، انواع الروتس اللي هي الروتس اللي بتطلع لك اللي هي القيم اللي بتطلع لك، انا عندي ليها ثلاث احتمالات. يعني ايه يا مستر ثلاث احتمالات؟ ممكن ان احنا يبقى عندنا تو ديفرنت ريال روتس، يعني قيمتين مختلفتين بالريال، يعني مثلا زي 2 ونيجاتيف 3، زي مثلا 4 و5، قيمتين مختلفتين حقيقيتين من غير ما يكون تخيلي اللي هو الخاص بالايماجينري. ده اول نوع. تاني نوع معايا 2 ايكوال ريال روتس. اقول لك يعني ايه 2 ايكوال ريال روتس؟ فاكر لما انت كنت بتشتغل على الكالكوليتر ويدينا ان الاجابه قيمه واحده بس، اللي هي كانت ساعتها حاجه اسمها بيرفكت سكوير، انك كنت بتتعامل مع حاجه تعتبر ويعتبر بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير اللي هو الاول ليه روت والثالث ليه روت، والناتج ده باي ناتج ده باي 2 يديك الميدل تيرم، ده بقى ده بيرفكت سكوير. فكنا لما بنشتغل عليه بالكالكوليتر كان بيدينا قيمه واحده، دي اسمها كده بقى، اسمها 2 ايكوال ريال روتس، يعني هو بيديني قيمه واحده بس بتبقى عامه قيمتين متساويين يعني. طيب ثم الحاله الثالثه ان 2 كومبلكس اند نان ريال روتس، اللي هي لما كانت الرسمه بتاعتك مش هتعمل كاتس للاكس اكسس خالص، فزمان كنا بنقول الاجابه فاي،
لأ هنا إجابتي مفيش حاجة اسمها فاي بقى، لأ إجابتي بتبقى بدلالة الإيماجينري. فالتلات حالات دول ليهم تلات حالات صغنطتين خالص. عارف فينا حاجة اسمها discriminant، عارف القانون بتاع الجنرال فورمولا اللي احنا لسه قايلينه من شوية؟ الحاجة اللي بداخل الروت دي اسمها discriminant اللي هي b power 2 minus 4 ac. فالديسكريمينانت ده يا عم الحاج احنا هنحسبه. طب يا مستر هتحسبه ازاي؟ ما هو يا حبيبي هيديك ايكويشن، هيديك كوادراتيك ايكويشن، ده هيبقى ليه رقم وده هيبقى فيه رقم وده هيبقى فيه رقم، فانت بتحسب هذا الكلام، تشوف ده بكام وده بكام وده بكام، تيجي تعوض هنا في حاجه اسمها ديسكريمينانت. ديسكريمينانت بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي، بتحسب هذا المكان وبتعوض. يا عم الحاج لو القيمه بتاعتك طلعت بقيمه بوزيتيف بحيث ان هي اكبر من الزيرو، تعرف على طول ان نوع روتس هنا تو ديفرنت ريل روتس. لو انت حسبت الديسكريمينانت بتاعنا جيت عوضت، كلام فاضي خالص، جيت عوضت لقيت ان الديسكريمينانت بقيمه معينه هي ايكوال زيرو بالظبط، يبقى ساعتها التو روتس بيكونوا بتوعك ايكوال، بنقول تو ايكوال ريل روتس لو الديسكريمينانت بتاعك بزيرو. اما لو كان الديسكريمينانت بتاعك حسبناه طلع بقيمه معينه اقل من الزيرو، يعني طلع بقيمه نيجاتيف، اول ما تشوف ان الديسكريمينانت انا حسبته طلع بنيجاتيف، خلاص يبقى تعرف ان 2 اللي عندك هنا 2 كومبلكس اند نان ريال روتس. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ماشي يا باشا؟ طبعا انا بقى مش يعني بيديك اسئله انا مش عايز اديها لك لان هي هتبقى تافهه قوي. مثلا بيديك ايكويشن معينه بيقول لك ذا تايب اوف ذا روتس، انواع الروتس هنا ايه، هتطلع الاي وهتطلع البي وهتطلع السي، وتعوض في القانون بتاعك اللي هو بي باور 2 ماينس 4 اي سي، هتعوض فيه دايركتلي، طلع ان القيمه بتاعتك طلعت بزيرو بالظبط، يبقى 2 يبقى انت عندك التو روتس هنا ار ايكوال تو ايكوال ريال روتس. عوضت في الديسكريمينانت، الديسكريمينانت ده طلع بقيمه اكبر من الزيرو بالبوزيتيف، يبقى خلاص تو ديفرنت ريال روتس، انواع الروتس هنا عندك. لو طلع الديسكريمينانت بقيمه معينه اقل من الزيرو اللي هي قيمه نيجاتيف، هلاقي انه الروتس هنا عندك بصفه عامه تو كومبلكس اند نان ريال روتس. فاذا الموضوع هنا تافه خالص. تعال بقى بيلعب معايا لعب بسيطه قوي، يقول لك ايه، طب انا هقول لك على حاجه، لو انت عندك دايركتلي ان التو روتس بتوعك على طول هنا هم ار ايكوال اصلا، يعني هو قال لك من البدايه ان التو روتس بتوعك ار ايكوال، ماشي، وبيقول لك هنا انا عايز اعرف قيمه كي، طب يا عم ايه المشكله ما دام هو الراجل قال لي ان الروتس بتوعي هنا ار ايكوال، ده اللي انا بستفاده دايركتلي ان البي باور 2 ماينس ال 4 اي سي دايركتلي، يبقى اجابتي لازم تبقى بزيرو، انا مش هقعد اكتشف ويطلع كام، لا هو ايكوال زيرو على طول ما دام هو قال لي ان التو روتس ار ايكوال. طيب هنا يا باشا ما هو هنا الاي بكام؟ ب2. طب والبي بكام؟ بكي. طب والسي بكام؟ ب5. عوض هنا، تعال بي باور 2 يبقى كي باور 2 ماينس 4 مالتبلاي الاي بتاعتك اللي هي كانت ب2 مالتبلاي السي اللي هي المفروض كانت ب5، هذا الكلام ايكوال زيرو. يبقى انا معايا مستر كي باور 2 ماينس، طبعا دي كده 10 10 باي 4 40، يبقى هنا 4 اي سي يبقى 4 ملتبلاي ال2 يبقى 8 ثم ملتبلاي ال5 يبقى 40، هذا الكلام طبعا ايكوال زيرو. هودي دي هناك يا عم الحاج، يبقى كي باور 2 بتاعتك ب 40، يبقى طبعا هتروح واخد الروت لل 40 بس اجابتك هنا هتبقى بالبوزيتيف اور نيجاتيف، تعملها بالكالكوليتر، يبقى ده قيمه الكي. هنا بقى مستر بيقول لي find the real values of m، هنا m دي خلي بالك الام دي عامه ده constant، اوكي. لو انت has no real roots، طب بص هو يا مستر انت لخبطتني، هو انت قلت لي ازاي real values، يعني انا هستخدم اني قانونه وفي نفس الوقت no real roots؟ بص يا حبيبي كلمه values of m هي m دي constant، لازم تطلع لك real في اي حاله من الحالات، لازم تطلع لك real لان دي ارقام مش قيم اكس، لا دي ارقام عاديه، دي كونستانت ثوابت، فلازم تبقى تطلع لك بي الريل. فانت لازم تحدد او عينك تروح للروتس، هو قال لك انواع الروتس، الروتس ايه؟ انواع الروتس ايه؟ هنا بيقول لك نو ريل روتس. تمام مستر حضرتك لسه قايل لي ان لو انت عندك التايب اوف تو روتس نو ريل روتس، يبقى لازم ان الديسكريمينانت بي بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي يبقى ليس ذان زيرو، دي قولا واحدا يعني. فهو عامة هنا عايز قيم الام يعني. اوكي. تعالى يا باشا على جنب كده، هو الاي اللي هو الكوفيشنت اوف اكس باور 2 ب 1، طب والبي اللي هو الكوفيشنت اوف اكس، خلي بالك بحاجة اسمها نيجاتيف
ثم 2m minus 1 بهذا الشكل. والسي هنا عندك بحاجه اسمها m باور 2. تعال لي هنا بقى بي باور 2 اللي هو نيجاتيف. بص هو كده كده النيجاتيف لما اجي اعمله هنا باور 2 النيجاتيف هيتشال، اوكي؟ فكده كده النيجاتيف ملوش لازمه يعني. فانت عندك هنا 2m minus 1 الكلام ده كده باور 2 minus افتح براكت 4 multiply الايه بتاعتك اللي هي المفروض ب 1 multiply السي اللي هي كانت ب m باور 2. كل ده كده لسه كام؟ 0. جميل. طريقة فك ده ازاي؟ first by first 4m باور 2 first by second by 2 يبقى minus 4m second by second يبقى plus 1. طب تعالى لي كده 4 by 1 ب 4 by m باور 2 يبقى minus 4m باور 2. كل ده لسه 0. طيب هلاقي ايه بقى؟ هلاقي ده كده راح مع ده كده، هيتبقى ليك في الاخر نيجاتيف 4m plus 1 طبعا لسه 0. طب جه تروح الناحيه الثانيه نيجاتيف 4m لسه نيجاتيف 1. طيب يبقى الام نيجاتيف 1 ينزل تحتها نيجاتيف 4 بس العلامه بتاعتك هتتغير، يبقى الام جريتر ذان كوارتر. طب دي اصبحت انترفال، ما هو هنا في قيم كتير جدا اكبر من الكوارتر، ينفع نحطها مكان الام؟ يبقى انت عندك من اول الكوارتر اوبن لان الكوارتر دي مش معايا لبعد الكوارتر على طول لحد بوزيتيف انفينيتي، يبقى دي قيم الام اللي احنا عايزينها بالنسبه في السؤال. هنا يا مستر السؤال ده جامد قوي. بص بيقول لك ايه؟ find the real values of k which is the equation اللي قدامنا ده بحيث ان هو has two real roots. انا دلوقتي ما حددتلكش. يعني ايه ما حددتش يا مستر؟ انا قلت لك two real roots وسكت. طب الراجل ده هو عايز two different real roots ولا two equal real roots؟ هعمل الاثنين. ايه ده؟ ازاي يعني يا مستر؟ هو مش لو كان two different real roots كان يبقى معاك b power 2 minus 4ac المفروض يبقى greater than 0؟ اه. طب انا ما هو ممكن يبقى equal، خلاص يا عم قول equal. طب زعل نفسك ليه؟ يبقى انا معايا الحالتين هنا مش محدد لازم نعمل greater than or equal. طبعا نفس القصه هنا انه انت عندك هنا ان ال a ب 1 طب وال b بحاجه اسمها 2 ماشي 2 هنا من بره ثم k minus 1 كل ده قيمه b. طب يا عم فكها على طول 2 باي كي بقى 2 كي ثم 2 باي نيجاتيف 1 ماينس 2 ثم في الاخر خالص يا حبيبي بص المنظر ده كده اسمه ابسوليوت تيرم لان ده كي برضه ده كونستانت اصلا فالكونستانت ده اللي هو خاص بالسي فالمفروض هنا مستر السي بتاعتك بحاجه اسمها كي باور 2. تعالى لي بقى كده هنا بي باور 2 يعني معناها 2 كي ماينس 2 كل ده كده باور 2 ماينس افتح براكت 4 ملتبلاي الايه بتاعتك ب 1 ملتبلاي السي اللي هي كانت بكي باور 2 هذا الكلام جريتر ذان اور ايكوال 0. فيرست باي فيرست 4 كي باور 2 فيرست باي سكند باي 2 هيدينا 8 كي ماينس 8 كي ثم سكند باي سكند اللي هي بلس 4 طبعا دي كده هتبقى 4 باي 1 باي كي باور 2 يبقى 4 كي باور 2 مع ماينس يبقى ماينس 4 كي باور 2 هذا الكلام جريتر ذان اور ايكوال 0. هلاقي ده كده راح مع ده كده مع السلامه. هلاقي ايه برضه يا مستر؟ هلاقي انه نيجاتيف 8 كي بلس 4 هيبقى جريتر ذان اور ايكوال 0. دي هتروح هناك نيجاتيف 8 كي جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 4 تنزل بالديفايدد يبقى نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 8 وطبعا العلامه بتاعتك لازم تتغير يبقى كي لس ذان اور ايكوال كام؟ دي يا مستر هتدينا هاف. دي طبعا لس ذان يبقى انت رايح للنيجاتيف انفينيتي يبقى انت هنا بتتعامل ان قيم كي كتيره جدا لدرجه ان هي هتتحط في انترفال من النيجاتيف انفينيتي لحد الهاف والهاف دي طبعا كلوزد لان في هنا اور ايكوال. طيب هنيجي ننتقل على التراك اللي هو اول درس فيها حاجه اسمها دايركتد انجل. الدايركتد انجل يا شباب كل فكرتها ان الديفينيشن بتاعها اصلا بصفه عامه بيقول لك ايه؟ هي يا مستر بتتحط على اوردر دبير اللي هو مكون من تو ريز اوكي ويز ذا كومن ستارتنج بوينت. ده كل الموضوع. يعني انت دلوقتي لما نعمل انجل يا شباب انجل عاديه يعني هو بحاجه اسمها انجل موجهه يعني انجل طالعه من كذا رايحه كذا. يعني على سبيل المثال انت مثلا معاك هنا ايه؟ هنا بي هنا سي بهذا الشكل. لازم انا احدد لك قراءه الانجل هل هي اسمها اي بي سي ولا هل اسمها سي بي اي؟ طب ايه الفرق يا مستر؟ هقول لك ايه الفرق دلوقتي. لو انا عملت لك سهم كده في الامتحان دي معناه ان هي طالعه من الاي بي راحه للبي سي يبقى دي لازم نقراها كده ميجر اوف انجل اي بي سي مش هتقرا غير بهذا الشكل. انما لو نفس الموضوع انا اعمل لك انجل كده هنا برضه مستر سي وهنا بي وهنا اي
بس الدايركتد انجل انا عاملها لك كده السهم بتاعك بهذا الشكل. يبقى دي لازم تقرا بحاجه اسمها سي بي اي، دي حاجه اسمها دايركتد انجل، الانجل الموجهه. طيب في اتفاق بيقول انه لو حضرتك الانجل بتاعتك طالعه من هنا يبقى الخط ده كده اسمه انيشيال، اسمه انيشيال سايد اللي هو السايد الابتدائي، ورايح للسايد ده يبقى السايد ده اسمه حاجه اسمها تيرمينال، حاجه اسمها تيرمينال سايد. نفس الموضوع الخط مثلا او الانجل طالعه بتاعتك من هنا يبقى في الحاله دي لا ده كده يعتبر الانيشيال، طب رايح للسايد ده يبقى ده يا مستر يعتبر التيرمينال. بس طيب قبل ما نخش انت دلوقتي طبعا لو احنا عايزين نكتب الانجل دي على هيئه اوردر دبير ماشي، الانيشيال سايد بيتكتب في الاول، يعني هنا طبعا الري الاولاني هيبقى حاجه اسمها بي اي بهذا الشكل، والسايد الثاني هنا اللي هو التيرمينال بيتكتب في السكند بروجكشن اللي هو حاجه اسمها بي سي. طب في الحاله دي هنا على حسب المنظر اللي قدامك ده، فالمفروض لو انا هكتب الموضوع ده على هيئه اوردر دبير فالمفروض يبقى البي سي هو اللي يتكتب الاول، البي سي هنا هو اللي يتكتب الاول، والتيرمينال سايد اللي هو المفروض يا مستر البي اي هو اللي يتكتب في السكند. طيب الجزء اللي بعد كده يا مستر عندي بصفه عامه بقى يا حبيبي، زمان احنا ما كناش واخدين حاجه اسمها ان ممكن يبقى عندك انجل بالنيجاتيف، الموضوع ده ما كناش واخدينه. لا انت بقى ممكن يبقى في عندنا انجل بالنيجاتيف. ايه ده بجد يا مستر؟ اه هو كل الموضوع ان هي بتبقى انجل منعكسه او انجل بتدور في اتجاه معاكس، فهو كل الموضوع عندك حاجتين صغيرين خالص. لو انت عندك الانجل دي بوزيتيف لازم الاتجاه بتاعك اللي هو بيخرج من الانيشال رايح للترمينال الاتجاه بتاعك ده لو كان اتجاه ضد عقارب الساعه، ان عقارب الساعه بتدور كده، العقرب بتاع الساعه اللي في البيت بتاعكو بيدور كده، انا لو لقيت الاتجاه بتاعي بيدور ضده يبقى خلاص تعرف على طول ان الانجل بتاعتك بوزيتيف. انما لو كان الاتجاه بتاعك خارج من الانيشال رايح للترمينال بحيث ان الاتجاه بتاعك ويس كلوك وايز بيدور مع عقارب الساعه، يبقى ساعتها تعرف ان الانجل بتاعتك تبقى بالنيجاتيف، ده قولا واحدا يعني. طيب هنراجع ايه تاني؟ كل الموضوع بقى لما كان بيديني تو اكزامبلز بالشكل اللي قدامنا ده يا شباب، يعني بمنتهى البساطه الموضوع هنا بيتحل بشكل سريع جدا يعني. بيقول لي انا عايز الميجر، بيقول لي ذا بوزيتيف ميجر. بص هو في اتفاق انه كل انجل بوزيتيف ليها قيمه مكافئه بالنيجاتيف، وكل انجل بالنيجاتيف ليها قيمه مكافئه بالبوزيتيف، ده اللي شرحناه في ليسن 1 اوكي. فهو دلوقتي لما يجي يقول انا عايز البوزيتيف ميجر بتاع الدايركتد انجل دي، فهو كل الموضوع اي انجل نيجاتيف هزود عليها 360، يعني اروح ماسك النيجاتيف دي هروح مزود عليها 360 وساعتها هنا هيدينا الريزلت. طب خلي بالك في نقطه مهمه جدا هنا، لو مديني انجل نيجاتيف كبيره خالص راح مثلا نيجاتيف 900 ولا حاجه، لما زودت 360 بالكالكوليتر طلع لي ناتج طلع بالنيجاتيف، زود كمان مره 360 هيطلع بناتج بالنيجاتيف، زود كمان مره 360، يبقى انا لو انا زودت 360 وطلع في الاخر الانجل بالنيجاتيف زود كمان مره 360، هنفضل يعني نزود لحد ما نوصل لانجل في الاخر بالبوزيتيف. اما لو كانت انجل بالبوزيتيف وانا عايز الايكويفالنت بتاعها بالنيجاتيف، بمسك هذه الانجل نفسها اشيل منها 360 هيروح مدينا طبعا هنا نيجاتيف 40. طب لو كانت انجل بالبوزيتيف كبيره هفضل اقول ماينس 360 ماينس 360 لحد في الاخر ما اكتشف ان الاجابه بتاعتي تبقى بالنيجاتيف اوكي، يعني لما الانجل تكبر مني بفضل اكرر الموضوع بشكل كبير. يعني لو ادى لحضرتك رسمتين بهذا الشكل، الرسمة دي بصفة عامة هو بيقول لك أنا عايز السيتا، طب السيتا هنا السؤال ده جميل قوي يعني بيحدد على أساس إيه؟ بص أنا قلت لك طبعًا إن أي أنجل ليها أنجل مكافأة بالنيجاتيف أو أنجل مكافأة بالبوزيتيف. فأنا أول حاجة لما أنت تعرف إن السيتا بتدور كده، يعني السيتا بتاعتك بتدور كده يعني بتدور مع عقارب الساعة، يبقى دي على طول أكتشف إن هي لازم تبقى بالنيجاتيف. وما دام هي بالنيجاتيف يبقى انا دلوقتي هروح ماسك ال 42 دي عامل عليها ماينس 360 عشان اعرف هنا السيتا بكام. انما في الرسمه دي الدوران بتاع السيتا بتاعك كده يعني يعتبر ضد عقارب الساعه، يبقى دي لازم تبقى بالبوزيتيف. فالمفروض اللي جوه دي اصلا كانت بالنيجاتيف، يعني كانها كده نيجاتيف 53، هروح مزود عليها 360
عشان اعرف القيمه هنا بكام في النهايه، يبقى دي الانجل البوزيتيف بتاعت حضرتك. نيجي لموضوع تاني، هو موضوع سهل قوي، موضوع اسمه ستاندرد بوزيشن. ان الدايركتد انجل دي هو امتى يتقال عليها ان هي محطوطه في الستاندرد بوزيشن؟ حاجتين اتنين لازم يتحققوا. ايه هما الحاجتين دول؟ لازم الانيشال سايد بتاعك لازم يبقى محطوط على البوزيتيف دايركشن للاكس اكسس، ولازم الفيرتكس بتاع الانجل تبقى محطوطه على الاوريجين بوينت. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت مثلا معاك رسمه بهذا الشكل، اوكي، فانت مثلا معاك الانيشال سايد لازم يبقى محطوط هنا بهذا الاتجاه، لازم قولا واحدا، ولازم يبدا من الاوريجين بوينت. عارف لو بدا من هنا لا، يبقى دي مش انيشال سايد. يعني ممكن يبقى مثلا فينا بوينت وراح مطلع كده خط، هل دي كده تعتبر انجل من الستاندرد بوزيشن؟ لا، لازم تبقى محطوطه هنا. تاني حاجه بقى الترمينال سايد، بص بقى، سواء خرجته كده خرجته كده خرجته كده خرجته كده ما عنديش مشكله خالص. يعني ممكن الانيشال سايد يخرج كده، يبقى الانجل دي كده في الستاندرد بوزيشن. ممكن الانيشال سايد يخرج كده، يبقى الانجل دي كده كلها في الستاندرد بوزيشن. ممكن الترمينال سايد يخرج كده، يبقى الانجل دي كلها كده في الستاندرد بوزيشن. ممكن الترمينال سايد برضو يخرج كده، برضو ما عنديش مشكله خالص، بس اهم حاجه عندي ان الاتجاه بتاعك يطلع من هنا، يدور بقى يقف هنا يقف هنا يقف يقف اي اتجاه، بس انا لازم الدوران يطلع كده. اوكي، ممكن الدوران على فكره يجي من تحت برضو. يعني بص، ممكن الدوران بتاعك يجي من تحت. يعني مثلا لو انا معايا كده بهذا المنظر، وانت مثلا الاتجاه بتاعك جاي كده اهو، يبقى ما دام طالع من الاحمر، طالع من البوزيتيف دايركشن الاكس اكسس ورايح لاتجاه معين، يبقى ده كده الترمينال سايد، والترمينال سايد الفيرتكس بتاعته محطوط على الاوريجين بوينت، دي برضو تعتبر من الستاندرد بوزيشن. طيب اهو كل دي انواع، يعني دي ستاندرد بوزيشن ليه؟ عشان ده محطوط على البوزيتيف دايركشن الاكس اكسس وطالع اهو، ده ترمينال سايد ومحطوط الفيرتكس بتاعتك هنا. هنا برضو الانيشال سايد واضح قوي على البوزيتيف دايركشن اكس اكسس، برضو لافف، يبقى ده كده الترمينال سايد، والفيرتكس بتاعتك اوريجين بوينت، هنا برضو نفس القصه. طيب هنا بقى بيقول لي ديتيرماينز ذا سمولست بوزيتيف فور ايتش اوف ذا فولوينج. طب هو الموضوع ده تافه قوي، السمولست بوزيتيف بالنسبه لده يبقى المفروض دي كده هزود عليها 360 هتروح مدياني الاجابه. طيب نيجاتيف 225 برضو هزود عليها 360 هتروح مدياني الاجابه. هنا بقى دي خلي بالك انا مش هزود عليها 360، هي اصلا بالبوزيتيف، فانا هشيل منها 360. لو الاجابه دي طلعت خلي بالك لازم تطلع لي اجابه اقل من 360. يعني بصوا يا شباب، لو هو مديني انجل كبيره 900 مثلا، وبيقول لي انا عايز السمولست بوزيتيف انجل منها، هشيل 360، طلع بناتج مش اقل من 360، هشيل تاني 360 لحد ما اوصل لناتج معين اقل من 360 عشان يتقال عليه سمولست بوزيتيف. هنا برضو نفس القصه، انا عايز سمولست بوزيتيف لده، طبعا هقعد ازود عليها 360 هيديني ناتج معين، وراح مزود برضو عليه 360 وهكذا. طيب هنا يا حبيبي في اتفاق جميل قوي 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 ومهم جدا، انه لازم تبقى حضرتك عارف ان لو انا محطوط في الفيرست كوادرنت او انا موضوعي في الفيرست كوادرنت، لازم الانجل بتاعتك تبقى انكلودنج ما بين ال0 وال90. لو انا موجود في السكند كوادرنت هنا، لازم الانجل بتاعتي تبقى موجوده من ال 90 لل 180. لو انا موجود في الثيرد كوادرنت هنا، يبقى لازم الانجل بتاعتك تبقى موجوده من ال 180 لل 3 من ال 180 لل 360 لل 360. ولو انا موجود في الفورث كوادرنت، لازم الانجل بتاعتك تبقى من ال 270 لل 360. فانا دلوقتي بقول لك ايه؟ ديترماينز كوادرنت، وانا دلوقتي لسه شارح لك حالا اهو يا حبيبي، انه سريعا كده انا مثلا معايا اهو دي كده 0 ودي 90 ودي 180 ودي 270 ودي 360. انا قلت لك من 0 لل 90 يبقى انت كده موقعك في الفيرست، ده كده فيرست كوادرنت، وده كده سكند كوادرنت، وده كده ثيرد كوادرنت، وده كده هيعتبر فورث كوادرنت. فانت دلوقتي يا حبيبي لما اول سؤال ده اللي هو 213 ده موجود فين؟ موجود هنا كده ما بين ال 180 وال 270، يبقى واضح جدا ان ده كده في الثيرد بمنتهى البساطه. 132 واضح قوي ان هو في السكند، يبقى ده مستر يعتبر في السكند كوادرنت. نيجاتيف 310، طب ما دي برضو لازم ازود عليها 360 عشان في الاخر الاجابه تدينا 50،
الفيفتي دي فين؟ واضح ان هي من الزيرو للناينتي، يبقى دي كده تعتبر من الفيرست كوادرنت. طيب نيجاتيف 12 طبعا هزود عليها 360 هتدينا تقريبا 348 ماشي. فواضح جدا ان دي موجوده فين؟ في الفورس، يبقى دي يا مستر موجوده في الفورس كوادرنت. طيب تعال لي هنا 270، بص بقى يا باشا 270 وحاجه اسمها 90 والزيرو نفسها وال180 نفسها، الانجلز الاساسيه دول كل دول كده بيتقال عليهم مسمى ان هما مش بيتحطوا في كوادرنت معين، لا بيتقال عليهم حاجه اسمها كوادرانتال، كوادرانتال انجل، حاجه بالشكل ده كده. طيب دي طبعا انجل كبيره جدا، هتفضل بقى تشيل منها 360 لحد ما تقابل رقم معين تحدد هو فين، ودي هتفضل تزود عليها 360 لحد ما يديك انجل بالبوزيتيف اقل من 360 وتشوف هي موجوده في انهي كوادرنت من دول. طيب نيجي بقى لموضوع يا حبايبي، حاجه اسمها راديان ميجر اللي هو ليسن 2 عندك. هو كل الموضوع ان احنا لو عندنا سيركل يا حبيب قلبي، السيركل دي ليها هنا حاجه اسمها سنترال انجل، لان السنترال انجل بصفه عامه خلي بالك دي كده اسمها سنترال انجل اصلا، يعني السيتا راديان دي اصلا اسمها سنترال انجل، بحيث ان هي تبقى انكلودنج بتوين تو رادياي زي ما احنا شايفين كده. اوكي، وده مثلا كان لينس اوف ارك ماشي، ودي كده كان سنترال انجل اللي هي هنسميها بقى دلوقتي سيتا راديان، وده راديوس. العلماء بتوع الماس اكتشفوا تريانجل في غايه الاهميه، بستنتج منه حاجات كتير قوي. ايه يا مستر الحاجات دي؟ اولا ممكن احط هنا ال واحط هنا حاجه اسمها سيتا راديان واحط هنا حاجه اسمها ار. هنا لو انا طالب منك يعني بيقعد يلعب معاك هنا بقى، بيديك حاجه ويكون عايز الثانيه، او بيديك حاجتين ويكون عايز الثالثه. فلو انا دلوقتي اول سؤال يعني او اول حاجه، لو انا عايز سيتا راديان نفسها في الامتحان ومديك حاجتين لينس اوف ارك وراديوس، اقول له ال اوفر ار. طب لو انا عايز منك الار اللي هو راديوس ومديك لينس اوف ارك وسيتا راديان، خلاص اقول له ال اوفر السيتا راديان. طب لو انا عايز منك في الامتحان ال نفسها، يبقى اقول له السيتا راديان مالتبلاي الراديوس. بنقعد نلعب هنا بقى. طيب دي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. فدلوقتي مثلا في اتفاق برضو عايز اتفق معاك عليه مهم جدا. احنا معانا دلوقتي يعني ايه اصلا راديان ميجر؟ احنا الطبيعي ان الانجل العاديه بتاعتنا بتتقاس بحاجه اسمها ديجري ميجر، ديجري ميجر اللي هو مثلا 50 ديجري 70 ديجري، الحاجات اللي من النوع ده. فانا عندي تحولتين مهمين جدا جدا جدا، ايه هما يا مستر التحولتين دول؟ قبل ما اخش الاسئله دي، على سبيل المثال مثلا لو انت معاك هنا اللي هما الكوادرانتال انجل اللي انا لسه قايل لك عليهم دلوقتي، اللي هو مثلا 90 عايز اعرف هي بتكافئ ايه بالراديان، 180 عايز اعرف بتكافئ ايه بالراديان، 270 عايز اعرف بتكافئ ايه بالراديان مثلا. يعني انا بقول لك الموضوع ده هيجي ازاي دلوقتي. بنعمل ايه؟ كل الموضوع ان انا بمسك هذه الانجل اللي هي المفروض بالديجريز اروح كاتبها الاول واروح اعملها مالتبلاي الباي اوفر ال 180 بهذا الشكل. يعني يا مستر اي انجل في العالم بالديجريز عايز اعرف القيمه المكافئه ليها بالراديانز، هروح ماسك هذه الانجل اللي بالديجري على طول، هروح هعمل مالتبلاي باي اوفر ال 180. هقول لك اه. فالاجابه دي طبعا لما نيجي نعملها باستخدام الكالكوليتر، الاجابه هنا بتاعتك هتدينا حاجه اسمها باي اوفر 2، يعني ال 90 بتكافئ باي اوفر 2. طب ال 180 هروح اعملها مالتبلاي اهو يا مستر باي اوفر ال 180، فالاجابه هنا هتدينا باي. طب ال 270 هروح برضو ماسكها من قفاها واعملها مالتبلاي الباي اوفر ال 180، الاجابه هتدينا 3 باي اوفر ال 2. طب ال 360 هعملها مالتبلاي الباي برضو اوفر ال 180، فهتدينا في الاخر حاجه اسمها 2 باي. طيب اذا يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي احول الانجلز او الانجل اللي بالديجريز اخليها بالراديان. طب تعالى نعكس الموضوع. يعني ايه يا مستر نعكس الموضوع؟ يعني على سبيل المثال انا مدي لحضرتك حاجه اسمها باي اوفر 3، ده انجل تحديدا كده، انا بقول لك دي انجل، دي تعتبر بالراديان، فانا عايز احولها تبقى بالديجريز، وساعات ممكن على فكره تديني بالديجريز والمينتس والسكند. فالمهم بعمل انا ايه دلوقتي؟ بمسك الانجل اللي بالراديان اللي هو مدهاني اعملها مالتبلاي. بص بقى مش هنا كان باي اوفر ال 180 بحيث ان احنا نختصر الارقام مع الارقام اللي قصاد بعض؟ اه هنا بقى الباي دي لازم تبقى الباي من تحت،
وال180 من فوق. يعني اللي انا عايز اقوله اي انجل بالريديان عايز احولها تبقى بالديجريز اعملها مالتي بلاي عشان ما اتلخبطش بقى، هنا باي يبقى قصادها باي يبقى مالتي بلاي 180 اوفر باي، فالاجابه هنا تقريبا هتدينا 16. اتفقنا؟ فانا عشان ما اتلخبطش هو انا امتى اعمل مالتي بلاي باي اوفر ال180 وامتى اعمل 180 اوفر باي، بص الباي هنا لازم تبقى قصاد الباي لما نيجي نشتغل، والرقم هنا لازم يبقى قصاد الرقم لما نيجي نشتغل برضه. فهو هنا مديني تو اكزامبلز بسيط خالص. بصوا بيقول لك ايه، ذا راديان ميجر، انا عايز راديان ميجر. خلي بالك الراديان ميجر دي ممكن تطلع لك بالديسيمال، يعني مش شرط تدينا بالباي بهذا الشكل. يعني انت معاك انجل معينه بالديجريز والمينت والسكندز قدامك فوق اهو، بيقول لك انا عايز اعرف الاجابه بتاعتك براديان واعمل لي ابروكسيميشن تو نيرست ثاوزندز. بص يا حبيبي المفروض يا مستر انا عايز هنا حاليا الثيتا راديان بالنسبه للكويشن نمبر 1، فانا بعمل ايه؟ بروح ماسك الانجل اللي بالديجري، تعالى لي هاتها من قفاها اهو، واروح اعملها مالتبلاي مين بقى؟ هنا دي ديجريز يبقى لازم من تحت يبقى ديجريز، هنا 180 يبقى مالتبلاي الباي اوفر ال 180. اوكي؟ طبعا الاجابه دي انت هتعملها بالكالكليتر، طبعا هتقول له 75، 32، 15، ماشي، لان دي سكند ثم مالتبلاي الباي اوفر ال 180 عادي جدا. خلي بالك في ناس برضو للاسف مش فاكره، تعال نفكرها كده. يعني بص الوضع ده بيتكتب ازاي؟ اه يا مستر، اول حاجه 75، 32، 15 الباي اللي هي شيفت العلامه دي ثم من تحت 180 طلع بكام يا باشا؟ هو عامه هيطلع لك لازم يطلع لك بالديسيمال بهذا الشكل. هو بيقول لك ابروكسيميشن تو نيد ثاوزندز، خلاص يبقى الايد دي كده، الايد دي تحديدا قبلها ايه؟ قبلها 3 مش هيدي للايد، خلاص يبقى 1.318 تقريبا يعني. اوكي؟ 1.318 ده كده وهيبقى بالراديان. احنا رحنا فين؟ طيب هنا بقى دلوقتي خلاص بعد كده بالنسبه لاول سؤال. طيب تاني سؤال هو عكس لي الموضوع بقى، يقول لك ايه؟ ذا ديجري ميجر، يعني نمبر 2 هنا الديجري ميجر، يبقى انا عايز الاكس ديجريز، يبقى انا هروح ماسك الراديان اللي هو مديهاني، وزي ما قلت لك انه ممكن تبقى بالديسيمال عادي جدا مش شرط تبقى بدلاله الباي، يعني هاتها لي كده من قفاها 2.38 ماشي، اعملها بقى مالتبلاي مين؟ ما خلي بالك الديسيمال ده كانه في باي يعني، فلازم يبقى الباي من تحت برضه، يبقى مالتبلاي ال 180 اوفر باي. هنحسب الموضوع ده بالكالكوليتر، هيدينا بالديجريز والمينت والسكند، روح كاتبينه هنا بس. يبقى ده التحولتين دول لازم تبقى انت عارفهم كويس قوي. طيب ساعات بيديني سؤال يقول انا مستر ايه؟ فايند ايتش اوف ذا راديان ميجر اند ديجري ميجر اوف ذا سنترال انجل سبتنتد باي لينس اوف ارك بكذا اند راديوس لينس بكذا. بص يا حبيبي انا بصفه عامه السنترال انجل دي اللي هي اسمها سيتا راديان اصلا دايركتلي، سنترال انجل هي اصلا سيتا راديان، فانا اول حاجه هجيب سيتا راديان اللي هو ليها رول، ما دام مديني لينس اوف ارك اوف راديوس خلاص يبقى ال اوفر ار، يعني المفروض 12.6 اوفر ال 7.2، فيديني هنا ناتج معين بالسيتا راديان. انا عايز بقى الديجري ميجرز، طب وين المشكله؟ يبقى الاكس ديجريز الناتج اللي هيطلع لك هنا هتروح عامله مالتبلاي، ما دام هي بالراديان بقى اللي هي اكنها بدلاله الباي، يبقى لازم الباي تبقى هنا، يبقى مالتبلاي 180 اوفر باي، وساعتها هتجيب الاكس ديجريز بتاعتك بمنتهى البساطه. بيلعب معاك هنا بقى، بيقول لك طب انا عايز الفاين ذا سيركمفرنس اوف ا سيركل. خلي بالك سيركمفرنس اوف ا سيركل دي لازم يبقى عندك راديوس، يعني هي اصلا عباره عن 2 باي ار، فلازم يبقى عندي راديوس اصلا. فخلي بالك هو بيقول لك الانسكرايب دي انجل ب 30، طب وايه المشكله؟ طب ما هو الانسكرايب دي من ثالثه اعدادي، لما الانسكرايب دي 30 يبقى السنترال ب 60 ضعفها. طب خلي بالك انا لما اجي اطبق القانون اساسا ما ينفعش اتعامل بالديجريز، يعني القانون الاساسي بتاع سيتا راديان ايكوال ال اوفر ار ما ينفعش اتعامل بالديجريز، لازم اتعامل بالراديان، لان القانون الاساسي اصلا بتاع التريانجل ده لازم يبقى راديان، فانت مضطر تحول السكس دي تبقى بدلاله الراديان كام. فانا هروح ماسك السيتا راديان هنا، هروح ماسك هذه الانجل اللي بالديجريز، هي 60 ديجري مالتبلاي ديجري بقى قصادها ديجري، يبقى مالتبلاي باي اوفر 180. فالاجابه هنا يا حبيب قلبي هتدينا باي اوفر ال 3، يعني دي سيتا راديان، ده سيتا راديان.
هنا انا عايز ايه؟ انا عايز ار، لان هو كده كده مديني لينس اوف ارك. طب تعالى يا باشا، ار دي من خلال التريانجل اللي احنا شرحناه من شويه، ان هنا يا باشا ال وهنا سيتا راديان وهنا ار. انا عايز ار، يبقى ال اوفر سيتا راديان، ال اوفر سيتا راديان. ال بتاعتك ب 5، سيتا راديان قدامك اهي اللي هي كانت بايه؟ بباي اوفر 3. طيب ممكن نعمل ملتبلاي 3 للطرفين، يبقى دي اصلا عباره عن 15 اوفر الباي. ماشي يا باشا، ده بالنسبه لمين؟ للار. خلاص جبنا الار، يبقى السيركمفرنس 2 تايمز باي تايمز ار، يعني معناها 2 تايمز الباي ايه؟ والار بتاعتك اللي هي المفروض 15 اوفر الباي، الباي راحت مع باي، يبقى الاجابه هنا بتاعتك في الاخر خالص ب 30. سؤال حلو قوي. بصوا بقى بيقول لك ايه؟ ديترماينز ذا كوادرنت. بص، هو الطبيعي ان احنا متفقين ان الكوادرنت اللي هو مثلا من الزيرو لل 19، الحاجات اللي من النوعيه دي كلها. فانت المفروض او الاسهل بالنسبه لك انك تحول من الراديان للديجريز، وبعد كده تحدد الديجريز دي تحديدا موجوده في انهي كوادرنت اللي احنا اشتغلنا عليها من شويه. يعني يا مستر دلوقتي انا مطالب احول الديجريز الراديان دي للديجريز، خلاص يبقى انا هقول يا مستر اكس ديجريز ايكوال ال 2.02 مالتبلاي، طبعا دي اكنها بدلاله الباي، يبقى باي هنا 180. الناتج اللي هيطلع لك بقى يا حبيبي خلاص حدده انت، شوف هو موجود ما بين 0 وال 90 ولا من 90 ولا 180 ولا من 180 لل 270 ولا من 270 لل 360، وساعتها تحدد الكوادرنت. هنا بقى في نقطه مهمه جدا اللي هو لو اداك الراديان بالنيجاتيف اصلا. طب بص، انت هتجيب عادي جدا الاكس ديجريز، ان انا همسك السيتا راديان دي هعملها مالتبلاي طبعا هنا باي وهنا 180، فهيديني انجل بالنيجاتيف. الانجل اللي بالنيجاتيف اللي هتطلع لك هنا هل لازم ازود عليها 360 عشان اعرف الايكويفالنت بتاعها بالبوزيتيف، عشان ساعتها اعرف احدد هي في انهي كوادرنت. فالناتج اللي هيطلع لك هنا لازم ازود عليها 360. ماشي، ولو طلعت بناتج معين بعد ما زودت 360 طلع بناتج معين برضو طلع بنيجاتيف برضو، خلاص ازود عليها تاني 360. اوكي، دي برضو نفس القصه، انا عايز الاكس بالديجريز عشان اعرف احدد الكوادرنت، فالمفروض ان انا همسك هذا المقدار طبعا هنا باي، لازم يبقى قصاده باي، يبقى ملتبلاي 180 اوفر باي، واشوف الناتج بكام وساعتها احدد الكوادرنت. هنا كل ده نفس القصه، دي برضو هحولها للديجريز، دي هحولها للديجريز، دي هحولها للديجريز، بس خلي بالك هتبقى بالنيجاتيف، هزود عليها 360 عشان اشوف امورها ماشيه ازاي. نيجي لسؤال زي ده، السؤال ده هاي ليفل بس سؤال جميل قوي، بيقول لك انا عايز البريميتر، يعني انا عايز بصفه عامه البريميتر بتاع الشادد اريا اللي قدامك دي. عارف يعني ايه بريميتر؟ يعني انا المفروض عايز اعرف القطعه دي بكام والقطعه دي بكام والكيرف ده نفسه بكام. ازاي بقى يا مستر؟ بص يا حبيبي، هو بيقول لي الاريا بتاع الرايت انجل ترينجل ب 32. طب الرايت انجل ترينجل اللي قدامك ده المفروض ان الخطين بتوع الرايت اللي هو ده لينس وده هايت اصلا، يعني اي رايت انجل ترينجل في العالم ده يعتبر البيز وده يعتبر الهايت، اللي هو حرف ال بتاع الرايت انجل ترينجل يبقى ده البيز وده الهايت دايركتلي. فهو مديك معلومه اعرف اجيبها من خلالها. خلي بالك بقى الخطين دول اصلا ده وده اسمهم راديوس، يعني الاثنين لازم يبقوا زي بعض اصلا. فانت المفروض بص يعني كده كده ده ار وده ار، يعني انا المفروض الاريا بصفه عامه هاف مالتبلاي البيز مالتبلاي الهايت. الاريا هو قال لك عليها بكام؟ 32. ادي هاف، البيز اسمه ار والهايت اسمه ار برضه، فخلاص يبقى هنا يا مستر هاف ار سكوير ايكوال 32، طبعا مالتبلاي طول الطرفين يبقى 64 ايكوال ار سكوير. هتروح بالروت، هو المفروض اكتب بوزيتيف اور نيجاتيف لكن مفيش نيجاتيف في اللينس، خلاص يبقى الار هنا ب 8. خلاص يا باشا مبروك عليك. ايه اللي انا عايزه بقى؟ خلي بالك يا حبيب قلبي الوضع ده جامد قوي، لانه السكور الصغنن ده معناه اصلا سنترال انجل، والسنترال انجل هنا اهو، يعني السنترال انجل هنا حاليا ب 90. بس انا لما اجي اطبق القانون لما بتعامل مع سيتا راديان المفروض ما بتعاملش بالديجريز، فالمفروض دي كنت حسبتها قبل كده معاك من شويه كده باي اوفر 2. فانت هبه بص يا حبيب قلبي، هنا بقى اللي هو المفروض اي بي اللي هو اللينس اوف ارك ده انا لازم اعرف هو بكام عشان اعرف احسب البريميتر. فالمفروض هنا يا حبيبي ال بتبقى عباره عن حاجه اسمها سيتا راديان ملتبلاي راديوس. السيتا راديان هنا المفروض اللي هي 90 اللي كانت اصلا حاجه اسمها باي اوفر 2، ملتبلاي راديوس بتاعك اللي احنا حسبناه اللي هو كان هنا حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها 8. ف
فالاخر خالص الاجابه بتاعتك هتدينا 4 باي، ده لينس اوف ارك. خلاص تعالى بقى يا باشا جمع لي الثلاثه دول مع بعض. خلاص يبقى البريمتر هنا هيبقى لينس اوف الراديوس وراديوس، يبقى المفروض عباره عن 8 بلس ال 8 ثم بلس حاجه اسمها 4 باي بهذا الشكل. خلاص يبقى هنا دلوقتي هتطلع الناتج بدون اي مشكله. يعني احنا مثلا لو جينا مسكنا الكالكوليتر جينا قلنا 8 بلس ال 8 بلس ال 4 باي هيدينا تقريبا 28 ديسمال يعني. طيب نيجي بقى دلوقتي يا حبايبي لموضوع اخر حاجه عندنا اللي هو الجيومتري. تعالى بقى نركز براحه جدا ونشوف مع بعض الجيومتري بيتكلم عليه. دلوقتي يا حبيبي قلبي الجيومتري هنا عندنا 3 ليسونز. اول ليسون عندك اللي هو السيميلاريتي اوف ا بوليجونز. السيميلاريتي اوف ا بوليجونز، السيميلاريتي اوف ا بوليجونز بصفه عامه هو موضوع سهل قوي. كل الموضوع يا مستر ان لو عندي 2 بوليجونز ام 1 اند ام 2 دول ار سي تو بي سيميلر. هنقول عليهم سيميلر امتى؟ لما يكون في 2 ساتسفاي او 2 كونديشنز ساتسفايد توجذر. ان لازم الكورسبوندنج انجلز يكونوا ار كونجرنت. يعني انت دلوقتي معاك بوليجون يمين وبوليجون شمال، لازم الانجل الاولى من هنا زي الاولى من هنا، والثانيه من هنا زي الثانيه من هنا، والثالثه من هنا زي الثالثه من هنا، وهكذا على حسب عدد الانجلز. واللينسز لازم يكونوا في وضع بروبورشنال، يعني السايد الاول على الاول من هناك يكون ايكوال ناتج معين، هو نفس الناتج بتاع السايد الثاني على الثاني، نفس الناتج بتاع السايد الثالث على الثالث، وهكذا. لازم الشرطين دول يتحققوا معا. لو واحد تحقق والاخر لا يبقى نوت سيميلر. ده في حاله ايه؟ في حاله البوليجونز. خلي بالك لان في حاله الترينجل اللي بعد كده يبقى الموضوع مختلف. طب لو هو من البدايه قال لك انه معاك بوليجون سيميلر لبوليجون، بنستنتج ايه بقى؟ بنستنتج حاجات كتير قوي. بنستنتج يا مستر ان الانجل الاولى زي الاولى على طول، والثانيه زي الثانيه، والثالثه زي الثالثه، والرابعه زي الرابعه دايركتلي. وبنستنتج البروبورشنال ريشيو، يعني مثلا الحرف الاول والثاني على الحرف الاول والثاني، ايكوال الثاني والثالث على الثاني والثالث، ايكوال الثالث والرابع على الثالث والرابع، ايكوال الاول والاخير على الاول والاخير، وهكذا. وكلهم كل ريشيوز دي ايكوالز كونستانت معين، او دي كده بنسميها يعني كل ريشيوز دي لما كانت ايكوال بعض هم كلهم ايكوال ناتج معين. هذا الناتج انا بسميه حاجه اسمها سكيل فاكتور. سكيل فاكتور اوف ذا سيميلاريتي ريشيو. معايا ثلاث حالات للسكيل فاكتور دول مهمين جدا يا شباب وبيجوا معايا في الامتحان. لو السكيل فاكتور اللي طلع لك ده طلع بقيمه معينه اكبر من ال1، ساعتها بقول ان الام1 اللي هو البوليجون الاولاني بيعتبر حاجه اسمها اللارجمنت للبوليجون الثاني. طب لو السكيل فاكتور ده انكلودنج ما بين ال0 وال1، لانه طبعا ما ينفعش يدينا نيجاتيف اصلا، لازم يبقى لو هو اقل من ال1 يبقى لازم يبقى بين 0 اند 1، فساعتها الام1 هتعتبر حاجة اسمها شرينكينج او حاجة اسمها مينيمايزنج او مينيمايزيشن اوف ذا بوليجون ام 2. يعني البوليجون الاولاني هيعتبر نسخة مصغرة للبوليجون التاني. طيب لو عندك بقى ان السكيل فاكتور بتاعك ده طلع ب1، يعني ايه طلع ب1 بالظبط؟ ساعتها يا مستر ان الام 1 ده هيعتبر كونجرنت للام 2، هيعتبر بيطابق الام 2، الاثنين متطابقين نفس الشيء بالظبط. طيب هنا بقى حبيبي في شويه معلومات بسيطه قوي بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك لو انت عندك بمنتهى البساطه يعني لو انت عندك بوليجون سيميلر بوليجون يبقى مش شرط ان هم يكونوا كونجرنت، لكن لو من البدايه بوليجون كونجرنت بوليجون يبقى وانا مغمض عيني كده سيميلر. اوكي ده اللي انا هنا عايز اقوله في الملحوظه دي. طيب هنا معانا ملحوظه بيقولها مستر لو انت عندك 2 بوليجونز ار سيميلر، سيميلر لواحد ثالث، خلاص يبقى كلهم ار سيميلر. طيب في نقطه مهمه جدا يا حبايبي ان هو في معلومه بتقول هنا اول ريجولار بوليجونز، كل الريجولار بوليجونز لازم يكونوا ار سيميلر. طب ريجولار بوليجونز زي ايه؟ زي ايكوالاترال ترينجل وايكوالاترال ترينجل، حتى لو كانت اللينسز مش زي بعض. يعني مثلا ايكولاترال ترينجل كل السايد فيهم 3 وايكولاترال ترينجل كل السايد فيهم 5، خلاص يبقى هما سيميلر وانا مغمض عيني، لان الاول على الاول والثاني على الثاني والثالث على الثالث هيدونا كونستانت ريشيو معينه، وكل الانجلز من هنا زي كل الانجلز من هنا، لان كلهم هنا 60 وكلهم هنا 60، برضه زي السكوير وسكوير، برضه زي مثلا ريجولار بنتاجون وريجولار بنتاجون، ريجولار هيكساجون وريجولار هيكساجون، وهكذا.
طيب جميل جدا يا مستر هذا الوضع. دلوقتي يا حبيبي بيديني مثلا سؤال زي ده، طبعا السؤال ده من ذات اهميه جامده جدا يعني. فبيديني يقول لي مثلا البوليجون ده سيميلر للبوليجون ده، وعايز الانون انجلز والانون سايدز كلها. فانت يا حبيبي اول حاجه لما اجي اشتغل الموضوع هنا بشتغله ازاي؟ انا بطبق، هو طبعا انا تعالى نتعامل مع الانجلز يعني تعالى نخلص من موضوع الانجلز. انا معايا ميجر اوف انجل اي ايكوالز ميجر اوف انجل اكس، تمام يا باشا؟ طيب ميجر اوف انجل اي هنا كانت ب 70، يبقى الاكس ب 70 دي ما عنديش فيها مشكله. ميجر اوف انجل بي هلاقي هي ايكوالز ميجر اوف الانجل واي، خلاص الانجل بي هنا عندك والانجل واي الاثنين ب 65. ميجر اوف الانجل سي هلاقيها ان هي ايكوالز ميجر اوف انجل زد، جميل، الانجل سي والزد الاثنين ب 135. ميجر اوف الانجل دي ايكوالز ميجر اوف الانجل ال، خلي بالك بقى الدي والال مش معاك اوكي، بس انا دلوقتي معايا ان الاكس ب 70 او الاي ب 70 ماشي، والبي هنا ب 65 والسي عندك قدامك اهي. طب ما انت كنت واخد قانون من اولى اعدادي ان السم بتاع الكوادريلاترال كلها، ما ده كوادريلاترال مكون من فور سايدز على فكره. القانون اصلا اللي انا بعرفه انه كل الانجلز اللي جوه البوليجون المعين بعرفه بكام من القانون ده، حاجه اسمها ان ماينس ال2 باي ال180، فان هنا عدد السايد، عدد السايد هنا 4، خلي بالك لو عدد السايد هنا 5 كنا هنعوض ب 5، فيبقى 4 ماينس ال2 باي ال180، فالاجابه هنا عامه هتدينا 360. فهو يبقى انا عرفت مجموع الانجلز كلها هنا ب 360، يبقى انا هقول له 360 ماينس ال70 بلس ال 65 بلس ال 135، وساعتها هيدينا الاجابه هنا بمنتهى البساطه. طيب تعال لي بقى في موضوع السايز. السايز هنا حبيبي طبعا من البروبورشنال او من الاثنين دول ار سيميلر، فبستنتج ايه؟ الحرف الاول والثاني اللي هو مستر اي بي اوفر اكس واي هيبقى ايكوالز الحرف الثاني والثالث اللي هو المفروض بي سي اوفر الواي زد، هيبقى ايكوالز الثالث والرابع سي دي اوفر الزد دال، هيبقى ايكوال الاول والاخير اللي هو اي دي اوفر الاكس ال، ماشي؟ هتبدا تعوض عن كل قيمه من دول وتشوف فين المين ريشيو، يعني مثلا الاي بي هنا عندك بكام؟ الاي بي ما اعرفهاش، اوفر الاكس واي، اكس واي هنا ب 3، البي سي بكام؟ ب 2.1، اوفر الواي زد بكام؟ ب 1.4 ايكوالز، السي دي ما اعرفهاش، والزد ال 1.8، الاي دي ب 3 اوفر الاكس ال ما اعرفهاش. هنا بقى يا حبيبي المين ريشيو هنا عندك اللي هو ده، هقارنه مره بالفيرست ريشيو مره بالسكند ريشيو مره بالثيرد ريشيو عشان اجيب الانون انجلز، يعني الاي بي هنا ده باي ده اوفر ده، السي دي هنا ده باي ده اوفر ده، طب الاكس الاكس ال هنا 3 باي 1.4 اوفر ال 2.1، ده اللي انا هقارنه مع الثلاثه اصلا واجيب الانون سايدز كلها. ساعات بيديني سؤال زي ده كده ويبقى فيه مجاهيل وانا عايز قيمه ام، ما عنديش مشكله خالص، انت الموضوع اللي قدامك ده ممكن نعوض دايركتلي، يعني ممكن نقول هنا كده اهو يا مستر اي بي اوفر الاكس واي، بي سي اوفر الواي زد، سي دي اوفر الزد ال، اي دي اوفر الاكس ال. طيب لما اجي دلوقتي اعمل سبستيتيوشن الاي بي بتاعت حضرتك ب 32 اوفر اوفر الاكس واي هناك هي المفروض يا مستر 3 ام ماينس 1، جميل. طيب البي سي بتاعتك كانت ب 40 اوفر الواي زد حاجه اسمها 3 ام بلس 1، كده كده دول مش هحتاجهم في حاجه انهم كده كده هم اصلا هيبقوا مجهولين يعني. في قاعده بتقول ان البرودكت اوف اكستريمز ايكوال برودكت اوف مينز، يعني انا المفروض لما اجي اقول له 40 ملتبلاي الاكسبريشن ده كله هيبقى ايكوالز ال 32 ملتبلاي الوضع ده كله اللي هو 3 ام بلس 1. طيب انا دلوقتي باي الاول باي الثاني 40 باي 3 120 ام، 40 باي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 40، 32 3 باي 2 ايكوال 6 ثم 3 باي 3 9 يبقى 96 ام ثم 32 بهذا الشكل. هنودي الام مع الام والارقام مع الارقام يبقى 120 ام ماينس 96 ام، وهنا ال 32 طبعا دي كده بلس ال 40، تمام؟ هتجمع دي كده تشوف لي كام ام وبعد كده تعمل ديفايدد الرقم هتجيب لي ام بمنتهى البساطه.
نيجي للموضوع ده مستر، موضوع حلو قوي. بيقول لي مستر انا عايز اللينس بتاع الاي ام، الاي ام ده تحديدا انا عايز اعرفه بكام. وخلي بالك بيقول لك ان في هنا خطين بارلل، هو اصلا من البدايه عايز يثبت ان هما سيميلر. بص يا حبيبي، اثبت ان هما سيميلر ازاي؟ في حاله التريانجل بالمناسبه يكفيك ان الانجلز او تو انجلز بس ايكوال تو انجلز بس، بالمناسبه يعني مش لازم اثبت ان كل السايدز بروبورشنال، لا يكفيك ان لو تو انجلز بس من الفيرست ترينجل زي تو انجلز بس من السكند ترينجل الموضوع يبقى خلص. يعني بص يا حبيبي، كل الموضوع هنا انه لما حضرتك معاك ده بارلل ده، لا هو سوري هو بيقول لي بروف ذات ان هما بارلل، بروف ذات ان هما بارلل وهو اصلا من البدايه سيميلر، يعني التو ترينجل دول اصلا سيميلر. فالتو ترينجل سيميلر اقدر استنتج ان الانجل الثانيه زي الثانيه، يعني هنا ميجر اوف انجل ايه هلاقي ايكوالز ميجر اوف انجل دي، والثالثه زي الثالثه اللي هو ميجر اوف انجل بي ايكوالز ميجر اوف الانجل سي. كده كده اصلا لما يكون الانجل ايه زي الانجل دي يبقى هما دلوقتي دول في وضع الكورسبوندنج، نكتب جنبها كده كورسبوندنج متخطين دول بارلل. خلاص خلصنا من الموضوع ده يعني. فهنا مديني لينسز بس في حاجه مش موضحه على الرسمه. بيقول لي مستر ان الخط بتاع الاي دي كامله ب 6. بص بقى الخط بتاع الاي دي ده كله ب 6، احنا دي كنا قلناها مع بعض ان انا هفترض ان في واحده مثلا من هنا اسمها اكس والقطعه الثانيه هسميها هذا الرقم اللي هو ال 6 ماينس الاكس، وببدا اشتغل على هذا الاساس. فهو عامه في الاخر بيقول انا عايز اي ام اللي انا كنت مسميها ام يعني. فانت هتطبق الريشيو عادي جدا يا حبيبي، انت ده سيميلر لده، يبقى هنا المفروض انه الام اي اوفر الام دي هيبقى ايكوالز الاي بي اوفر الدي سي هيبقى ايكوالز الام بي اوفر الام سي. فانا دلوقتي لما اجي اعمل سبستيتيوشن الام ما اعرفهاش اللي اسمها اكس اوفر الام دي اللي هي كانت حاجه اسمها 6 ماينس اكس، طيب الاي بي بتاعتك ما اعرفهاش والدي سي ما اعرفهاش، الام بي كانت ب 5 والام سي كانت ب 3. طبعا انا هقارن ده بده، خلاص يبقى انا دلوقتي ال 3 باي اكس بحاجه اسمها 3 اكس ايكوالز ال 5 باي الاكسبريشن ده اللي هو 5 باي الاكسبريشن ده اللي هو المفروض 6 ماينس اكس. طبعا يبقى ده معاك 3x 5 باي 6 يبقى 30 ثم 5 باي نيجاتيف اكس او باي نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف 5x. طيب تعالى لي هات لي دي هنا كده، يبقى انت المفروض ال 3x دي والنيجاتيف 5x ده تروح بالبلس يبقى بلس 5x. هذا الكلام هنا ايكوال مين؟ ايكوال 30. يبقى 8x ايكوال 30، يبقى الاكس ايكوال ال 30 اوفر ال 8. ساعتها اطلع الاكس يطلع زي ما يطلع في الاخر بمنتهى البساطه. طيب ده الوضع بتاع شباب بمنتهى الهدوء. يبقى هنا ام اي اوفر ام دي، اي بي اوفر الدي سي، ام بي اوفر الام سي. عوضنا الام اي كانت باكس والام دي كانت ب 6 ماينس الاكس، وطبعا عوضنا وعملنا كروس ملتيبليكيشن ما كانش فيه اي مشكله خالص. طيب هنا بقى يا شباب في موضوع البريميتر، هو في معلومه بتقول لك ان انت نفس الريشيوز اللي احنا كتبناها انت ممكن تزود عليها ايكوال البريميتر بتاع البوليجون الاول اوفر البريميتر بتاع البوليجون الثاني. هقول لك على دلوقتي حالي، بس هو عامه بيقول لي ان البريميتر بتاع الترينجل اي بي سي ده كده البريميتر ده وليكن هعتبره بي 1 بحاجه اسمها اي تي 1. طب بالمره ما هو ده من اللينسز موجوده قدامك اهو، يعني البريميتر الثاني لو جينا هنا قلنا طبعا 10 و 8 يبقى 18 بلس 9 يبقى ب 27، دي كده ب 27 سنتيمتر ودي كده ب 81 سنتيمتر. هنا دلوقتي بيقول لي انا عايز كل اللينسز بتاع الترينجل اللي هناك ده. طيب هما طبعا سيميلر اهو، فهما سيميلر يبقى اي بي اوفر الدي اي يا مستر هيبقى ايكوالز البي سي اوفر الاي اف هيبقى ايكوالز الاي سي اوفر الدي اف. طيب لما دلوقتي اجي اعمل سبستيتيوشن، هو الاي بي هنا عندك انا ما اعرفهاش، خلي بالك بقى هنا بقى هنزود الحته اللي انا قلت لك عليها، ايكوال البريميتر اوف الترينجل الحروف بتاعته اي بي سي اوفر البريميتر بتاع الترينجل الحروف بتاعته دي اي اف بهذا الشكل. طيب الاي بي بتاعت حضرتك اوفر الدي اي، الدي اللي هي كانت ب 8 والبي سي ما اعرفهاش اوفر الاي اف اللي هي المفروض كانت ب 9 والاي سي برضه ما اعرفهاش اوفر الدي اف، دي اف هنا عندك ب 10 ايكوال خلي بالك بقى البريميتر بتاع الاي بي سي اللي هو كان مديهولك ب 81 اوفر البريميتر اللي هو ده كده ب 27. هنا بقى يا حبيبي ده كده ده كده دي المين ريشيو.
هقارنها مره بالفيرست ريشيو هطلع ده، هقارنها مره بالسكند ريشيو هطلع ده، هقارنها مره بالثيرد ريشيو هطلع ده. الموضوع هنا سهل خالص. طيب هنا برضه يا مستر الموضوع بشكل يعني متقارب زي اللي احنا شرحناه، ما كانش في اي اختلاف خالص. هنا دي برضه ما فيش مشكله فيها نهائيا. نيجي بقى الموضوع ليسن 2 عندنا، اللي هو موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع سيميلاريتي اوف ا ترينجل. بص يا حبيبي، السيميلاريتي اوف ا ترينجل بصفه عامه لازم تبقى انت عارف ان انا اقدر اثبت التو ترينجلز دول سيميلر من خلال حاجات كتير. اول حاجه لو انت لقيت تو انجلز من هنا زي تو انجلز من هنا يبقى هما سيميلر، ده اول حاله لاثبات ان التو ترينجل سيميلر. تاني حاله لو انت لقيت كل السايدز من هنا وكل السايدز من هنا في وضع البروبورشنال، يعني الاول على الاول والتاني على التاني والتالت على التالت، الجميع في وضع بروبورشنال، يبقى هما سيميلر. الحاله الثالثه لو لقيت انجل من هنا وانجل من هنا ايكوال، وتو سايدز من هنا بيحتووا هذه الانجل وتو سايد من هنا بيحتووا هذه الانجل، الاثنين دول في وضع بروبورشنال، يبقى التو ترينجلز دول ار سيميلر. ده اختصار الدرس، بس الموضوع فيها افكار كتير. طبعا زي ما انا قلت لك ان يكفيك تو انجلز بس من هنا زي تو انجلز بس من هنا عشان اثبت ان التو ترينجلز دول ار سيميلر. اتفقنا؟ طيب مثلا سؤال زي ده كده يا شباب، الراجل بيقول لي انا عايزك تثبت ان التو ترينجلز دول سيميلر، اللي هو ايه؟ الترينجل اللي فوق الصغير ده والترينجل الكبير. فانت اول حاجه هنا ايه يا حبيبي؟ احل لك الموضوع سريعا يعني. هتقول له سنس ان الخط ده بارل للخط ده، يبقى زيرفور الانجل دي ايكوال الانجل دي، والانجل دي ايكوال او الانجل دي كده ايكوال الانجل دي، عشان هما في وضع الكورسبوندنج. خلاص يبقى ساعتها من خلال ده اقدر اثبت ان هما سيميلر. وكده كده الراجل كتر خيره مرتب لي الحروف. طيب فينا معلومه مش موضحه عشان لما اجي اجيب السايز بس، هو بيقول لي يا مستر ان الاي سي ب 6 وحاجه اسمها هاف اي بي ب 6. طب ما هي منها، هو بص لما اجي اقول لك هاف اي بي ب 6 دي منها ايه؟ ان الاي بي هتبقى ب 12. خلاص طيب الاي بي لما كانت ب 12 يعني كل دي كده ب 12 وعندك الحته دي 5، طب ما خلاص يبقى الحته دي 7. اوكي تعالى بقى طبق لي البروبورشنال ريشيو، يبقى اي اي اوفر الاي بي هيبقى ايكوالز الاي او اوفر البي سي، هيبقى ايكوالز الاي او اوفر الاي سي. تعالى بقى اعمل سبستيتيوشن كده لان هو عايز التو لينسز دول. الاي لسه جايبها كانت ب 7 اوفر الاي بي كامله اللي هي كانت ب 12، هنا الاي او ما اعرفوش اوفر البي سي بتاعتك اللي هي كانت ب 9. طيب الاي او ما اعرفوش اوفر الاي سي كلها اللي هي كانت ب 6. بص بقى يا حبيبي الراجل ده عايز منك ايه؟ عايز منك اي او. طب ما يا مستر ما اي او سهله، يبقى ده باي ده اوفر ده هجيب اي او. طب هو عايز مني سي او. بص بقى دي انا عشان اجيبها لازم اجيب اي او الاول، اجيب القطعه دي نفسها بكام، ثم بعد كده اقول له 6 ماينس هذه القطعه يروح مديك او سي اللي هو عايزه. فدي برضو هتجيبها طبعا عن طريق دي باي دي اوفر دي، هيدينا رقم معين، هذا الرقم بتاع القطعه دي، هقول له بقى 6 ماينس القطعه دي هيديني الاو سي. طيب هنا بقى يا مستر الموضوع سهل قوي، بس مديني الموضوع باكسات ما عنديش مشكله خالص. اول حاجه بقى يثبت ان هما سيميلر، اللي هو الترينجل الصغير اللي فوق ده والترينجل الكبير. طبعا نفس القصه، انت ده بارلل ده يبقى الانجل دي زي الانجل دي والانجل دي زي الانجل دي، خلاص يبقى هما سيميلر لبعض. من خلال السيميلاريتي انا عايز اعرف قيمه اكس. خلاص يبقى انت دلوقتي من خلال البروبورشنال ريشيو انه الاي دي اوفر الاي بي هيبقى ايكوالز الدي اي اوفر البي سي هيبقى ايكوالز الاي اي اوفر الاي سي. هنا لما حضرتك تيجي تعمل لي سبستيتيوشن، الاي دي بتاعتنا يا مستر كانت ب 33 اوفر الاي بي كامله اللي هي يا مستر تعتبر ب 55، والدي يا مستر كانت بحاجه اسمها 2x ماينس 3 اوفر البي سي اللي هي كانت ب 3x بلس 1. طبعا دي كده كده مش عايزها في حاجه. على فكره دي ليها سمبلست فورم اصلا، ممكن تعمل ديفايدد 11، يعني ديفايدد 11 ايكوال 3 ديفايدد 11 ايكوال 5، يعني دي هنا 3 اوفر 5 وهي دي ال 2x ماينس 3 اوفر ال 3x بلس 1. طيب كروس ملتبليكيشن، طبعا 3 باي الاكسبريشن ده، يعني اقول المفروض اقول لكم 3 باي الاكسبريشن ده كله، اقول له المفروض ال 3x بلس 1، والمفروض اقول له ال 5 multiply الاكسبريشن ده اللي هو المفروض حاجه اسمها 2x minus 3.
طبعا ده باي الاول وباي الثاني وده باي الاول وده باي الثاني وهتجمع الاكسات مع بعض والارقام مع بعض فهتطلع قيمه اكس عبيطه خالص. نيجي بقى يا حبيب قلبي لنوعيه محتاجه مننا تركيز لان دي بسميها نوعيه المعلمين. دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه. لو انت دلوقتي عندك رايت انجل ترينجل ورسمنا هنا ده رايت مثلا اوكي، فاللي انا بستنتجه من الوضع ده يعني بدون اثباتات ان ترينجل اليمين سيميلر للشمال سيميلر للكبير كله. ليه؟ هقول لك ليه. لو انا خدت الشمال دايما على فكره في معظم المسائل، في معظم، انا مش بقول الكل لا، لكن معظم، ان انت بتقارن الترينجل من ناحيه الشمال بقول ان هو سيميلر للكبير خالص. جه منين الموضوع ده؟ جه عن طريق ان الانجل سي دي كده يا حبيب قلبي. خلي بالك انا دلوقتي بقارن ما بين مين؟ ما بين الترينجل اللي من ناحية الشمال والترينجل الكبير كله. هنا معانا اول شرط ان الانجل سي هنا بتعتبر حاجة اسمها انجل از كومن. تاني حاجة ان الترينجل من ناحية الشمال فيه هنا رايت والترينجل الكبير خالص فيه رايت. يبقى انا كده اثبتت ان تو انجل زي تو انجل، يبقى الاتنين سيميلر لبعض. اللي انا عايز اقوله لك بقى يا حبيب قلبي وانت بتكتب السيميلاريتي، الموضوع ده مهم جدا. بقول يعني لو انت متابعني في الشرح بقول ان لينا حرية الاختيار في اختيار الترينجل الاولاني، لكن ملناش حرية الاختيار في اختيار الترينجل التاني. يعني انا بسيبك تختار بحريتك الترينجل الاول، اختار الترتيب بتاع الحروف بتاعه بمزاجك جدا، لكن وانت بتختار التاني لازم بيبقى على نفس الترتيب بتاع الاولاني. يعني انا بفضل من وجهة نظري ابدأ بالترينجل الصغير، وبفضل ابدأ بالكومون انجل ثم الرايت انجل ثم الحرف المتبقي. يعني مثلا انا هنا لو انا عايز اثبت ان الترينجل الشمال سيميلر للكبير يا شباب اللي هو السي، بعد كده بروح للرايت، بعد كده بروح للحرف المتبقي، لازم على الجانب الاخر لما اتعامل مع الكبير ابدا برضو بالكومن انجل ثم الرايت انجل ثم الحرف المتبقي. يعني هنا التريانجل اللي اسمه الصغير بقى اللي هو من ناحيه الشمال وانا هسميه بمزاجي، انا بقى بحب كده. بس انت ليك حريه الاختيار، لو حد عايز يبدا بكده انت حر، بس انا كمستر محمد بقول لك بحب كده، بحب ابدا بالكومن اللي هو سي ثم الرايت اللي هو الدي ثم الحرف المتبقي اللي هو الاي. هيبقى سيميلر لمين؟ سيميلر للترينجل الكبير اللي هو برضو لازم ابدا بالكومن اللي هو السي ثم الرايت انجلد اللي هو عند حرف اسمه اي ثم الحرف المتبقي اللي هو اسمه بي. لازم يبقى الترتيب بتاعي يا حبايبي مهم جدا جدا جدا. في هنا سؤال بسيط قوي، السؤال ده تحديدا سؤال مشهور قوي، بس انا برجح ان انا ما بحلوش بالسيميلر ووجع الدماغ ده، بحله بالاقليديان. تعالوا كده يا شباب نفكركم بموضوع الاقليديان اللي هو كان ليه 4 رولز مهمين قوي، تعالوا مع بعض نفتكرهم كده. بص حبيبي، طبعا الاقليديان ثيرم اللي انت هتشوف الرولز عليها دلوقتي لازم تتطبق في حاله ان لازم يبقى عندك رايت انجل ترينجل ولازم يبقى نازل من الفيرتكس اوف رايت خط معين نازل بيربنديكولار. فهنا يا حبيبي احنا عندنا 4 رولز. اول رول انه هذا الخط نفسه ليه قانونين لايجاده. كنا ممكن نقول ان الخط اللي نازل بيربنديكولار من الفيرتكس بتاع رايت ده تحديدا سكوير كان بيبقى ايكوال التو سايدز دول تحديدا تايم بعض. يعني كنا بنقول يا مستر دي اي ملتبلاي الدي سي، او انه البي دي ده نفسه كان عباره عن فراكشن بحيث ان انا بعمل ده باي ده اوفر الهايبوتنس، يعني التو سايدز اوفر رايت اللي هو الاي بي ملتبلاي السي بي بعد كده اوفر الهايبوتنس نفسه اللي هو اوفر الاي سي. طيب كان معانا برضو يا مستر تو رولز، ان لو انا عايز اجيب هذا الخط كنا بنقول هذا الخط سكوير اللي هو بي اي سكوير كان بيبقى ايكوال ايه بقى؟ القطعه القريبه منه اللي هي اسمها دي اي تايمز الهايبوتنس كله اللي هو اسمه اي سي. ولو كنا عايزين القطعة بتاعت الرايت التانية اللي هي اسمها سي بي كنا بنقول له مستر سي بي سكوير ايكوالز القطعة القريبة منه اللي هي اسمها سي دي تايمز الهايبوتنس كله اللي هو مستر اسمه سي اي. دول الفور رولز بتوعنا. فهنا يا حبيبي المسألة دي مثلا بيقول لك انا عايز اكس واي، فهنا نقدر نجيب واي. اول حاجة سهلة قوي ان احنا نجيب واي من خلال ان ده فعلا رايت انجل ترينجل نازل منه خط نازل بيربنديكولار، يبقى انا اقدر استخدم القانون بتاع ده سكوير ايكوال ده باي ده لان القطعتين دول معاك. فانا يا مستر هقول له هنا ايه؟ هقول له ان بي دي سكوير في الحاله دي بي دي سكوير. طبعا لو السؤال ده السيف في الامتحان انا اقول له سنس ان ده رايت وسنس ان ده بيربنديكولار والشغل ده اوكي. فانا هقول له ان بي دي سكوير ايكوال القطعتين دول تايم بعض اللي هو يا مستر ايكوال الدي اي ملتبلاي الدي بي بهذا الشكل ملتبلاي سوري الدي سي.
فهنا يا حبيبي انه اصبح ان البي دي نقدر نجيبها عن طريق the square root of مين بقى؟ القطعتين دول تايم بعد اللي هو 4.5 multiply القطعه اللي جنبها اللي هي اسمها 8. فيدينا هنا رقم معين او يدينا هنا ناتج معين anyway. فالاكس هنا حبيبي سهل قوي برضو ان انا اجيبها، ان انا ممكن استخدم القانون بتاع ده سكوير ايكوال القطعه دي تايم القطعه دي كلها. يعني انت معاك هنا ان بي سي سكوير ايكوالز ال سي دي تايمز ال سي اي كامله، سي دي تايم ال سي اي كامله. يبقى انا مستر بي سي ايكوالز ذا سكوير اوف ال 8 تايمز كل دي كده على بعض اللي هي تعتبر حاجه اسمها ايه 12.5 بهذا الشكل. طبعا هطلع الناتج هنا والموضوع ده يطلع زي ما يطلع بدون اي مشكله. طيب خلي بالك انه ان الناتج اللي هيطلع ده بتاع حاجه اسمها بي سي، يعني هو يديكنا هنا ادينا هنا رقم معين، هتروح انت تقارنه بقى بمين؟ بحاجه اسمها 3x بلس 4. اوكي، فالمفروض ان ده من خلاله انه هتبقى ايكويشن، هتودي الفور الناحيه الثانيه وتطلع لي قيمه اكس بدون اي مشكله. اتفقنا يا باشا؟ طيب الجزء اللي بعد كده يا مستر تعالوا مع بعض نشوف الوضع ده ماشي ازاي. في هنا نقطة مهمة جدا، بيقول يا مستر ان انا عايز اعرف البي اتش، يعني الوضع اللي قدامنا ده انا عايز اعرف بي اتش. بص البي اتش اللي هي القطعة دي كده، الحتة دي كده انا عايز اعرف هي بكام. اهي خلي بالك في طلبة كتير جدا ان هم بيشوفوا ان السؤال ده شبه السؤال اللي فات لكن هو مختلف عنه تماما. اصلا السؤال ده مش اقليديان خالص خالص، لان ده مش رايت، الانجل دي مش رايت. فهنا بقى بنلعب الالعاب بتاعتنا اللي هي مهمه جدا، ان انت بتثبت ان في تو ترينجلز سيميلر من خلال ده اعرف اجيب اللينس اللي هو عاوزه. طيب قلت لك ان بنسبه كبيره جدا اول حاجه انت بتعملها انك بتحاول تقارن الترينجل اللي من ناحيه الشمال بالترينجل الكبير كله، وتحاول تطلع كومون انجل، تحاول تطلع كومون انجل ما بين التو ترينجل اللي انت بتتعامل معاهم. انا في السؤال ده هتعامل مع ايه؟ هتعامل يا حبيبي مع الترينجل اللي من ناحيه الشمال، ترينجل الصغنطط اللي من ناحيه الشمال ده اللي الحروف بتاعته اتش ودي وبي ايا كان بقى انا هنطقهم ازاي دلوقتي، مع الترينجل الكبير خالص اللي هو البي اتش اي. اوكي تعالى بقى دلوقتي نطلع، لو انا مثلا بثبت ده بثبت ان هما سيميلر، يعني انت معاك الميجر بتاع الانجل بي، لو انت جيت ركزت الانجل دي كده تعتبر انجل مشتركه ما بين الترينجل الصغير اللي من ناحيه الشمال والترينجل الكبير كله، فبنقول دي كده تعتبر اذا كومن. هو قايل اصلا قايل لك في السؤال ان الانجل دي كده زي الانجل دي كده، يعني ميجر اوف الانجل اللي اسمها بي اتش دي الان هي ايكوالز ميجر اوف الانجل ايه. خلي بالك انت كده يعتبر خلاص ثبتت ان هما سيميلر. ليه؟ لان انا قلت لك التو ترينجلز اللي بتتعامل معاهم عشان تثبت ان هما سيميلر يكفيك ان تو انجلز من هنا زي تو انجلز من هنا، فكومون انجل دي اكن انجل ايكوال انجل، ومعاك هنا ستار ايكوال ستار. يبقى ده فيما معناه ان انت ثبتت ان الترينجل اللي من ناحيه الشمال ده فيه تو انجل معينين ايكوالز تو انجل بالنسبه للترينجل الكبير اللي هو ده وده. طيب احنا قلنا قبل كده لينا حريه الاختيار في اختيار الترينجل الاولاني ان احنا نختار الحروف بمزاجنا، فانا دلوقتي هتعامل مع ترينجل من ناحيه الشمال، اهم حاجه ان انا اقول الحروف ابدا بالكومن زي ما انا معودك. بعد كده هنا بقى طبعا عايز تيجي بالرايت ماشي، عايز تيجي بالستار ماشي، اللي انت عايزه يعني. خلينا نيجي للستار افضل، يعني مثلا لو انا هقول ان التريانجل هنا هبدا بالكومون انجل اللي هي اسمها بي، ثم هروح للستار اللي هي اسمها اتش، ثم هروح للحرف المتبقي اللي هو مستر اسمه دي. هذا الكلام سيميلر لمين بقى؟ هبدا بالكومون انجل برضو، لان خلي بالك انا هتعامل مع الترينجل الكبير دلوقتي، ثم الستار بالنسبه للترينجل الكبير هنا اسمها ايه؟ يبقى بي اي، ثم الحرف المتبقي اللي هو اسمه اتش. الجزء ده اهم حاجه على الاطلاق، انك تعرف ترتب ترتيب صح للتو ترينجلز اللي هم سيميلر لبعض. بنطبق البروبورشنال ريشيو ان بي اتش اوفر البي اي هيبقى ايكوالز الاتش دي اوفر الاي اتش، هيبقى ايكوالز الحرف الاول والثالث اللي هو اسمه بي دي اوفر البي اتش. ماشي تعالى كده اعمل سبستيتيوشن، وعايز بي اتش اصلا، بي اتش ما اعرفهاش. طيب البي اي هنا على الرسم بكام؟ بي اي كامله كانت ب 16. ماشي اتش دي، اتش دي ما اعرفهاش، والاي اتش برده ما اعرفهاش. طيب تعالى لي هنا البي اتش اللي من تحت دي برده ما اعرفهاش، اما البي دي بتاعتك هنا كانت بفور. طيب سهل قوي يا مستر، يبقى انا دلوقتي هقارن الجزء ده بالجزء ده،
فطبعا ده باي ده ايكوالز ده باي ده، يعني بي اتش باي بي اتش بحاجه اسمها بي اتش سكوير، يبقى هنا بي اتش سكوير ايكوالز طبعا ال 16 باي 4. ال 16 باي 4 هنا هتلاقي الاجابه بتاعتك ب 64 ماشي، يبقى البي اتش طبعا هيبقى سكوير روت لل 64، فيبقى الاجابه هنا بتاعتك ب 8. خلاص يبقى البي اتش مستر ب 8. سؤال سهل قوي. اكزامبل تاني، بص بيقول لك ايه، بيقول لك انا ده سؤال جاي لك تشوسس في الامتحان، بيقول لك انا عايز اكس على طول. فطبعا الوضع ده يا حبيبي انت اول ما تشوفه في الامتحان تعرف على طول، واضحه قوي يعني ان انا في درس سيميلاريتي اوف ترينجل. فانت دلوقتي بالمنتهى البساطه انا صعب عليا ان انا اثبت ان دي ترينجلز سيميلر لبعض، مش صعبه خالص. ليه؟ لان انا لو اتعاملت مع الترينجل الصغير اللي فوق مع الترينجل الكبير خالص هكتشف ايه؟ هكتشف ان ما دام ده بارلل ده يبقى الانجل دي زي الانجل دي، وما دام ده بارلل ده يبقى الانجل دي زي الانجل دي. يبقى انا اكتشفت ان في تو انجلز من الترينجل الصغير اللي فوق ايكوال تو انجلز اللي هم من الترينجل الكبير بقى. فانا دلوقتي لما اجي اثبت السيميلاريتي هبدا بالترينجل الصغير، اوكي، هبدا بالكومون انجل مثلا اللي هو وليكن قلت مثلا A D E اهو، يبقى ترينجل A D E هيبقى سيميلر لمين؟ للA برضو. خلي بالك الD هنا كان ترتيبها التاني، يبقى لازم يبقى B، يبقى هنا A B C الاثنين دول سيميلر لبعض. طب من خلال ده اقدر اطبق البروبورشن ريشيو عشان اجيب اكس. طيب ازاي؟ اه يا حبيبي انت المفروض معاك الA D اوفر الA B هيبقى ايكوالز الD E اوفر الB C هيبقى ايكوالز الA E اوفر الA C. طيب لما اجي هنا اعمل سبستيتيوشن، الاي دي بتاعت حضرتك معرفهاش ولا حتى الاي بي برضو معرفهاش، طيب الدي اي بتاعتك هنا ب 12 والبي سي هنا بتاعتك بكام؟ ب 15. الاي اي بتاعتك بحاجه اسمها اكس، طب والاي سي كامله بحاجه اسمها اكس بلس 9 اهو اكس بلس 9. خلي بالك دي ممكن تعملها لي اصلا في السمبلست فورم عشان ما تعكلكش الارقام، يعني ديفايدد ممكن نعمل كده ديفايدد 3 ايكوالز 4 وديفايدد 3 ايكوالز 5، يعني دي اصلا في السمبلست فورم 4 اوفر ال 5. يبقى 4 اوفر 5 هنا عباره عن حاجه اسمها اكس بلس او اوفر الاكس بلس 9 كروس ملتيبيكيشن. طبعا 4 ملتيبلاي الاكسبريشن ده كله يبقى 4 باي اكس، بحاجه اسمها هنا عندك 4 اكس ثم 4 باي 9 يبقى بلس 36 وثم 5 باي اكس، يبقى الاجابه هنا بتاعتك ب 5 اكس. طيب هودي دي هنا، يبقى انت معاك ال 5 اكس ماينس ال 4 اكس هيروح مديك 36 على طول. خلاص يبقى هنا الاكس بتاعتك بكام؟ ب 36. الجزء اللي بعد كده مستر مديني برضو سؤال سهل قوي. احنا طبعا عايز منك حاجة مباشرة اسمها اي سي اللي هي القطعة دي. بص هقول لك على حاجة، مادام قال لك ان القطعة دي زي القطعة دي يبقى عامة دي اكس ودي اكس سريعا كده يعني. طب التو تراينجلز اللي قدامك دول ينفع ان انا اثبت ان هما سيميلر؟ اه طبعا. هقول لك ازاي. الترينجل اللي من ناحية الشمال لو جيت ركزت معاه هو والترينجل الكبير خالص. اول حاجه بقول لك، اول حاجه تشوفها ان انت تدور هل في كومون انجل ولا لا، لان في مسائل كتير جدا جدا بتتحل بموضوع الكومون انجل ده. فانت يا حبيبي دلوقتي واضح قوي يا مستر ان الانجل سي بتعتبر از ا كومون انجل ما بين الترينجل اللي من ناحيه الشمال وما بين الترينجل الكبير خالص، موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى ده كده شرط. الشرط الثاني ان الترينجل الصغير فيه رايت انجل والترينجل الكبير فيه برضه رايت انجل، خلاص يبقى هما سيميلر لبعض. ارتب ازاي؟ اهم حاجه الترتيب. يبقى انا مستر هنفترض ان انا هبدا بالترينجل الصغير، هبدا بالكومون انجل اللي هي سي، ثم اروح للرايت اللي هي اسمها اي، ثم اروح للحرف الاخير اللي هي اسمها دي. هذا الكلام سيميلر، هبدا بالكومون انجل برضو اللي هي اسمها سي، ثم اروح للرايت بقى انا بتعامل مع الترينجل الكبير، بدات بالكومون انجل ثم اروح للرايت اللي هي اسمها اي ثم الحرف المتبقي اللي هو اسمه بي. ده اهم حاجه عندي على الاطلاق، ان يتم الترتيب بشكل مختلف. على فكره ممكن واحد مني يقول لي ان ايه مستر انا مش هبدا بالكومون انجل انا هبدا بالرايت. يا عم انت حر، انا قلت لك ليك حريه اختيار الترينجل الاولاني اللي انت عايزه، بس لما تيجي ترتب لي الثاني لازم يبقى على نفس الترتيب بالظبط بتاع الاولاني. اوكي هنطبق البروبورشنال ريشيو يا مستر اللي هو سي اي اوفر السي اي، هذا الكلام هيبقى ايكوالز الاي دي اوفر الاي بي، هذا الكلام هيبقى ايكوالز السي دي اوفر السي بي. طيب هنا مستر الموضوع ده انت عندك المفروض سي اي ده حاجه اسمها اكس، طب وايه المشكله؟ اكس. طب والسي اي؟ بص سي اي هنا كلها عباره عن 8. جميل. طب الاي دي يا مستر؟ بص يا حبيبي الاي دي انا ما اعرفهاش اهو، اوفر الاي بي، الاي بي برده ما اعرفهاش ماشي. طب السي دي يا حبيبي بحاجه اسمها 5 اوفر السي بي كامله، هنا اكس بلس اكس يبقى هنا حاجه اسمها 2 اكس يا حبيبي. طيب هنا الموضوع هيبقى سهل قوي.
طبعا ده باي ده equals ده باي ده، يعني x by 2x هنا حاجة اسمها 2x square ماشي، و 5 by 8 يبقى الإجابة بتاعتك ب 40، يعني ال x square 40 divided 2 يبقى ب 20، طبعا يبقى ال x equal root 20، فتقريبا الإجابة بتاعتك هتدينا 2 root 5. اوكي طبعا ما ينفعش نكتب نيجاتيف لأن ما فيش لينس بالنيجاتيف، إذا دي ساعتها الريزلت. الجزء اللي بعد حبيبي مديني برضو سؤال سهل قوي بالشكل ده، بيقول لك ايه برضو عايز لينس معين وفينا تو ترينجلز، طب ما انا اقدر اثبت ان هما سيميلر ازاي؟ لو انت جيت لاحظت كده بيقول لك ان الخط ده بارلل للخط ده فيعمل لك حرف زد كده بهذا الشكل، فبقى اكتشف ان الانجل دي زي الانجل دي، وما هي حرف زد ان ده بارلل ده ففي حرف زد جاي كده، فهكتشف ان الانجل دي زي الانجل دي. خلاص يكفيك يا باشا شكرا، تو انجلز من هنا زي تو انجلز من هنا وهما سيميلر لبعض. لينا حريه الاختيار في اختيار الترينجل الاولاني، اختاروا يا عم باللي يعجبك. هنفترض ان احنا نبدا بالفيرتكس الغلبانه دي ان هي الترينجل اللي هي اسمها دي، ثم هتروح للانجل اللي فيها بوينت اللي هي اسمها اي، ثم هتروح للانجل اللي فيها اكس اللي هي اسمها اي، هيبقى سيميلر للترينجل ده بقى اللي هو البوينت الغلبانه اللي ما كانش فيها علامات اللي هي السي، ثم احنا طبعا خلي بالك انا قلت دي اي يبقى انت رحت للبوينت، يبقى هنا دي برضو تروح للبوينت، يبقى سي اي بي، ده الترتيب الصح بتاعي. من خلال هذا الوضع هو الراجل كان بيقول لك ان انا عايز اعرف الاي سي بكام، يعني انا عايز اعرف اللينس ده تحديدا بكام، فانا هطبق البروبورشنال ريشيو نفس الموضوع مستر، دي اي اوفر السي اي هيبقى ايكوال اي اي اوفر الاي بي هيبقى ايكوال الدي اي اوفر السي بي. طيب لما نيجي نعمل هنا سبستيتيوشن، الدي اي بتاعت حضرتك هنا ايه؟ الدي هنا مستر ب 6 اوفر السي اي كامله ما اعرفهاش انا اصلا عايزها. طب الاي اي الاي يا مستر ب 5 اوفر الاي بي كامله، بص اي بي كامله كده 5 و5 يبقى 10. طيب الدي اي يا مستر الدي اي ما اعرفهاش والبي سي ما اعرفهاش ولا انا اصلا عايزهم، انا كده مش عايزهم خلاص كده 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 اصلا المين ريشيو معانا، وبالتالي يبقى ده باي ده اوفر ده يدينا السي اي على طول. طيب ده برضو يعتبر من ضمن الاسئله اللي هي مثلا مش ذات اهميه قوي، ممكن نخش مع بعض على اللي بعده او ماشي خلينا نقوله مفيش مشكله. هو مستر بيقول ان انا عايز اعرف الاي سي بكام. بص يا حبيبي هو طبعا دي حته كانت من ثالثه اعدادي، دي اسمها تانجنسي انجل اللي هي ما بين التانجنت وكورد بتسمى تانجنسي انجل، فلما كان عندي ده ايكوال ده يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، كده كده الاثنين دول ايكوال، فكان عندنا بقى قاعده بتقول ان التانجنسي انجل ايكوال الانسكرايبد انجل اللي سبتنتد باي سيم ارك، يعني التانجنسي انجل دي طالع منها ارك اسمه بي اي، والانجل سي خلي بالك الانجل سي بتاعتنا دي تعتبر انسكرايبد انجل قصادها نفس الارك بي اي، يبقى هما ايكوالز على طول، يعني الانجل دي ايكوال الانجل دي، وكده كده عندك سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل، يعني من البدايه بص انت عندك ان الاثنين دول ايكوال عشان هما سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل، وعندك برضو سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل، عندي اصلا ان ان التانجنسي انجل ايكوال انسكرايبد انجل، فكده كده دي ايكوال دي، فبالمثل هلاقي ان دي ايكوال دي، فبالمثل بقى هكتشف ان هذا الترينجل سيميلر لهذا الترينجل، هطبق البروبورشنال ريشيو هتلاقي الموضوع طلع معاك سهل قوي. طيب هنا بقى يا مستر عايزين قيمه اكس. بص يا حبيبي طبعا برضو هنحاول ندور على تو ترينجل نقدر نثبت السيميلاريتي فيهم، طبعا سهلين قوي، الترينجل اللي هو اسمه دي اي بي والترينجل اسمه اي سي بي، لو جينا ركزنا مع بعض هنلاقي يا مستر ان الانجل بي دي كده هتعتبر از كومون انجل بتوين تو ترينجلز. طيب يبقى مثلا ومعايا هنا طبعا انجل ايكوال انجل خلاص، يبقى هما سيميلر لبعض. طبعا يا مستر انا هبدا بالكومون انجل، يعني نفترض هبدا بالبي اوكي، ثم هروح للستار اللي هي اسمها دي، ثم الحرف الثالث اللي هي اسمها اي، هيبقى سيميلر لمين؟ برضه لازم ابدا بالكومون انجل اللي هو بي، ثم اروح للستار اللي هي اسمها اي، ثم الحرف الثالث بالنسبه للترينجل اللي هو اسمه سي، ده الترتيب بتاعي. الراجل هنا كان عايز قيمه اكس، طبق البروبورشنال ريشيو، يبقى بي دي اوفر البي اي هيبقى ايكوالز الدي اي اوفر الاي سي هيبقى ايكوالز الدي اي اوفر البي سي. لما يا مستر نيجي نعمل الموضوع ده سبستيتيوشن، البي دي بتاعنا يا مستر بي دي كامله كده بحاجه اسمها 4 بلس الاكس، طيب البي اي يا مستر على الرسمه بي اي كامله هنا كانت حاجه اسمها 8، طيب الدي اي يا مستر الدي اي ما اعرفهاش، طب والاي سي برضه ما اعرفهاش، كده كده خلاص مش عايزهم في حاجه. الدي اي بقى يا مستر بص الدي اي هنا الدي اي اهو اوفر مين بقى؟ البي سي اللي هي المفروض كانت بفور بهذا المقدار. طيب في هنا كان معلومه
بي دي اوفر البي اي ايكوال دي اي اوفر الاي سي. سوري هنا كده احنا هنا قلنا بي دي اوفر البي اي ايكوال الدي اي اوفر الاي سي ماشي، ايكوال بقى ايه الحرف الاول والاخير اللي هو اسمه بي اي، بي اي اوفر البي سي. فالبي هنا يا حبيبي عندك بكام؟ ب 3، والبي سي هنا عندك بكام؟ ب 4. خلاص يبقى انا هقارن ده بده، فهعمل ايه؟ هطلع دي كده بره اللي هي المفروض 4 بلس الاكس، واقول له ايكوالز ده باي ده اوفر ده اللي هو المفروض 8 باي 3 اوفر ال 4. طيب الاجابه هنا هتدينا 6، يعني المفروض 4 بلس الاكس ايكوال 6، دي هتروح هناك يبقى الاكس هنا في الاخر ايكوال 2. الجزء اللي بعده، السؤال ده يعتبر من ضمن الاسئله الجميله قوي. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز البريميتر، بريميتر بتاع ترينجل معين اسمه اي دي اي. بص يا حبيبي اي دي اي يعني انا عايز اعرف الخط اللي باللون الازرق ده بكام؟ ماشي؟ هو هنا بيقول لك اي دي اي، اي دي اي، وعايز اعرف الخط اللي باللون الاخضر ده بكام؟ وعايز اعرف الخط اللي باللون الاحمر ده بكام؟ لازم اعرف كل سايد من التلاتة دول بكام بالظبط عشان اعرف اوضح الامور هنا معانا ماشيه ازاي. فكل الموضوع هنا حبيبي ان في بس سيستم هنشتغل عليه هيبقى الامور فيه ان شاء الله واضحه وسهله جدا. هو بيقول لك ان الخط ده بيعمل بايسكت، فكده كده الانجل دي زي الانجل دي، اوكي؟ طيب انت معاك ده بارلل فيعمل لك حرف زد. فزي ما كان ان الانجل اللي باللون الاحمر نفس الانجل اللي باللون الاحمر، فنفس الانجل دي كده برضه هتبقى ايكوال للانجل دي عن طريق الالترنيت. فقصد هيصبح من كده بقى خلاص يبقى دي برضه زي دي. فما دام انت عندك انجل ايكوال انجل يبقى سايد ايكوال سايد، يبقى دي كده عباره عن 4 سنتيمتر. ده اول جزئيه. اوكي؟ تاني جزئيه هنجيبها من موضوع السيميلاريتي. انت كده كده معاك ان الترينجل اللي فوق ده لسه حالينه من شويه كان سيميلر للكبير، عشان ده بارلل ده يبقى الانجل دي زي الانجل دي والانجل دي زي الانجل دي، فيبقى الترينجل الصغنطط ده اللي هو اسمه اي دي اي، انا سميته كده اي دي اي، هيبقى سيميلر للاي بقى ثم بي سي. طيب فانا عندي بقى انه الاي دي اللي انا ما اعرفوش مثلا ممكن نسميه اكس ماشي، اوفر الاي بي كامله هيبقى ايكوالز الدي اي اوفر البي سي، هيبقى ايكوالز الاي اي اوفر الاي سي. طيب لما نيجي نعمل سبستيتيوشن، تعال لي هنا كده، الاي دي يا مستر احنا قلنا ما نعرفهاش ممكن نسميها اكس ماشي، اوفر الاي بي كامله اللي ممكن نقول عليها حاجه اسمها اكس بلس 4. طيب الدي اي هنا حبيبي بحاجه اسمها 4 لسه قايلين اهو، اوفر البي سي اللي هي كانت ب 6 ماشي. هنا يا مستر الاي اي انا برضو ما اعرفهاش ممكن نسميها مثلا واي، اوكي يبقى دي مثلا واي اهي. اوفر الاي سي كلها اللي هي ممكن تبقى حاجه اسمها واي بلس، او لا دي على طول اهو دي الحته دي ما اعرفهاش اسمها واي، اوفر الاي سي كلها اللي هي المفروض كده كده اوريدي بكام؟ ب 9. خلاص هنا انت يا حبيبي المين ريشيو اللي هي اللي قدامك دي هتقارنها مره بالفيرست ريشيو، هقارنها مره بالسكند ريشيو، هنا اعرف اجيب واي سهله جدا اللي هي القطعه دي، وهنا اعرف اجيب اكس سهله جدا كروس ملتيبليكيشن، ثم هعمل ده بلس ده بلس ده هيدينا البريميتر اللي الراجل عاوزه في السؤال. سؤال جميل قوي. طيب نيجي بقى الموضوع انه انت عندك ممكن يبقى فيه التو تريانجلز ار سيميلر لو كان السايدز بتوعك في وضع البروبوشن، يعني لو كان بص حبيبي كل السايدز في وضع البروبوشن، يعني يعني الاول على الاول بناتج معين، ايكوال الثاني على الثاني بناتج معين، الثالث على الثالث بناتج معين، اللي هما سيميلر. بمعنى انت مثلا معاك تو تريانجلز زي دول، انا عايز اثبت ان هما سيميلر، فانا بقول صغير على صغير. انت معاك ترينجل بلون اصفر وترينجل بلون بينك، اللي بلون البينك فيه 6 و9 و12، والاصفر فيه هنا 12 وفيه هنا 8، والخط ده كله كده ب 16 لان 12 و4 يبقى 16. فانا بعمل ايه؟ بعمل بالراحه خالص، يعني انا عايز اثبت ان هما سيميلر اول حاجه ماشي. فبقول له ايه؟ بقول له صغير من هنا على صغير من هنا. الصغير من هنا كام يا عم؟ اللي هو 6 اللي هو اسمه ايه يعني؟ ما انا هقول له الاول اي بي اوفر الصغير من هنا اللي هو 8 ولا 12 ولا 16، طبعا 8 اللي هو بي اي. فعلى جنب كده انا حسبته كان 6 اوفر ال 8 ديفايدد 2 ايكوال 3 ديفايدد 2 ايكوال 4، طلع ب 3 اوفر 4. ثم اقول له ميدل اوفر ميدل، يعني الميدل من هنا 9 والميدل من هنا 12، يبقى انا هقول له يا مستر اي دي اوفر ال سي اي مثلا، فهتبقى 9 اوفر 12 ديفايدد 3 ايكوال 3 ديفايدد 3 ايكوال 4. ثم اقول له كبير على كبير، الكبير من هنا 12 والكبير من هنا من الاصفر كان 16، يعني انا هقول له يا مستر
الكبير من هنا اللي هو كان اسمه دي بي اوفر الكبير من الاصفر اللي هو كان اسمه سي بي، يعني اللي هو عباره عن 12 اوفر 16، فهتدينا برضو 3 اوفر 4. فهقول له سنس ان ده ايكوال ده ايكوال ده، خلاص يا باشا يبقى التو ترينجلز ار سيميلر. اوكي طيب بيقول لك اثبت ان في خط معين بايسكت. ما هو الخط ده يا حبيبي، ما انا من خلال السيميلاريتي اقدر اقول اصلا الانجل دي والانجل دي، من خلال السيميلاريتي نفسه ان ترينجل ايه سيميلر لترينجل، خلاص يبقى الانجل دي والانجل دي من السيميلاريتي نفسه. فما دام انجل دي ايكوال الانجل دي من السيميلاريتي يبقى هذا الخط بايسكت، يبقى انا كده ثبتت اللي هو عاوزه بمنتهى البساطه. ماشي دي نفس الفكره برضو، كل السايز معاك، صغير على الصغير، المتوسط على المتوسط، الكبير على الكبير، كلهم هتلاقوا منهم ايكوالز، هم في الاخر اور سيميلر. اتفقنا يا باشا؟ طيب الحاله الثالثه والاخيره في موضوع السيميلر اوف ا تريانجل، انه هنا يا حبيبي كل الموضوع انه لو انت اكتشفت ان انجل زي انجل والتو سايدز اللي بيحتوي الانجل الاولى والتو سايدز اللي بيحتوي الانجل الثانيه في وضع بروبورشنال، يبقى التو تريانجلز ار سيميلر. طب يعني ايه يا مستر؟ بص يا حبيبي اكزامبل بسيط قوي، انا مثلا بقول لك التريانجل ده عايزك تثبت ان هو سيميلر للكبير، فانا دلوقتي جاي بهرش في دماغي كده، هو انا مستر اثبتهم ان هما سيميلر ازاي؟ اول حاله اللي حضرتك قلت لي عليها مستحيل اجيبها، اللي هي لو انا قابلت تو انجل من هنا زي تو انجل من هنا. يا مستر ما ممكن اقول لي كده، طب ما انت عندك الانجل اي از ا كومون بتوين الترينجل الصغير ده والترينجل الكبير كله. اقول لك ماشي، تعرف تجيب لي انجل ثانيه؟ مستحيل، مستحيل اعرف اجيب انجل ثانيه يكون انجل ثانيه. اذا الحاله الاولى ما تنفعش. طب الحاله الثانيه برضو ما تنفعش، لان كل السايز مش عندك، السايد ده مش عندك والسايد ده مش عندك، يبقى انا ما اعرفش اطبق الحاله اللي لسه متكلم عليها من شويه. الحاله الثالثه بقى ان انت دلوقتي معاك الاي از كومون، يعني انت معاك ان ميجر اوف انجل اي بصفه عامه از كومون، دي اكن بالظبط بالظبط اكنك انت قلت انجل من هنا ايكوال انجل من هنا. اوكي تعالى بقى وركز معايا، الترينجل الصغنطط ده خلي بالك ان كل دي لما ب 6 ودي 2 يبقى دي 4 على طول كده يعني. ماشي الترينجل الصغير ده في واحد صغير، في واحد صغير واحد كبير. طب والترينجل الكبير خالص في واحد ب 6 واحد ب 8، يعني برضو في واحد صغير واحد كبير. تاني الترينجل الصغنطط ده في تو سايدز بيحتوي الانجل، واحد ب 3 واحد ب 4، يعني واحد صغير واحد كبير. والترينجل الكبير في واحد ب 6 واحد ب 8، يعني واحد صغير واحد كبير. انا بقى اعمل ايه؟ هقول له صغير من هنا على صغير من هنا واشوف الناتج، والكبير من هنا على الكبير من هنا واشوف الناتج. يعني مثلا ال 3 وال 4 مين الصغير؟ ال دي اي. انا هقول له دي اي اوفر، تعالى بقى بالنسبه للترينجل الكبير، واحد ب 6 واحد ب 8، مين الصغير؟ ال 6 اللي هو المفروض اي سي. ده على ده طلع بكام؟ 3 اوفر ال 6 طلعت بكام؟ بهاف. اركن المعلومه دي على جنب، قول له بقى كبير على كبير، الكبير من هنا مين؟ الفور اللي هو كان اسمه اي اي، اوفر الكبير من ال6 وال8، لا ال8 هي الكبيره يبقى اوفر الاي بي، يبقى المفروض 4 اوفر ال8. سبحان الله برضو يا مستر هتطلع بكام؟ بها. فانا هقول له من خلال المعلومات دي كلها خلاص اقدر اثبت ان هما سيميلر. اتفقنا يا باشا؟ طيب اكزامبل تاني نفس الفكره بالظبط، هو بيقول لك اثبت السيميلاريتي الاول، نفس الموضوع برضو يا مستر. بص بس دول بقى ما فيش هنا كومون انجل، المشكله عادي، بس انت اول حاجه مستر عندك انجل ايكوال انجل. اولا الحاله الاولى تعرف تطبقها؟ يعني ايه تعرف تجيب لي تو انجلز من هنا ايكوالز تو انجلز من هنا؟ مستحيل، هو ما فيش غير الاثنين دول ايكوال بس. الحاله الثانيه تعرف تجيب كل السايدز من هنا بروبورشنال مع كل السايدز من هنا؟ مستحيل برضه، لان ده مش موجود ومستحيل اجيبه برضه خالص. يبقى انا ما عنديش غير الحاله الثالثه بقى دلوقتي، ان الانجل دي كده ايكوال الانجل دي كده. يعني انا اول حاجه معايا ميجر اوف انجل اللي اسمها اي اي بي، لقيت ان ايكوالز ميجر اوف الانجل اللي قصادها اللي هي اسمها سي اي دي، ده اول حاجه. تاني حاجه التو سايدز اللي بيحتوي هذه الانجل، واحد ب 7.5 واحد ب 9. لو انا جيت قلت هنا كده اي اي اللي هو همسك الصغير على الصغير اللي من هناك اللي هو المفروض 10 اللي هو اي دي، هيطلع بناتج معين. ماشي هلاقي نفس الناتج لما امسك كبير على كبير، الكبير من هنا 9 اللي هو كان اسمه اي بي اوفر على الكبير اللي من هناك اللي هو اسمه سي اي، برضه هيدينا ناتج معين والناتجين برضه هيكونوا ايكوالز. من خلال السيميلاريتي ده حبايبي هطبق البروبورشنال ريشيو عادي جدا، ودي هتبقى تافهه قوي ان انا اجيبها. ده اكزامبل جميل قوي يا مستر. بص يعتبر برضه نفس السيستم، هو بص عايز لينس معين. بص يا حبيبي انا اللينس ده انا مش هعرف اجيبه خالص
غير لما لازم اطبق السيميلر. والسيميلر ده عشان استنتج منه بروبورشنال ريشيو لازم تكتب الحروف بتاعته صح. طب يا مستر هو بص ركز معايا، هو مش الانجل دي زي الانجل دي؟ اه يبقى انا معايا انجل ايكوال انجل. طيب في هنا تو سايد بيحتوي هذه الانجل، وفي هنا تو سايد بيحتوي هذه الانجل. لو انا جيت قلت صغير على صغير اوكي، وبعد كده قلت كبير على كبير، الاثنين هيطلعوا نفس الناتج من الشرح اللي انا قلته دلوقتي. اذا اللي انا اكتشفته ان ده سيميلر لده. تعالى نرتب بقى الله يبارك لك بشكل محترف، لينا حريه الاختيار في اختيار الترينجل الاولاني. نفترض انا هبدا بده اللي من ناحيه اليمين اوكي، هبدا ب السايد الصغير، يعني مثلا انا هقول له بي سي ثم اروح للاي بهذا الشكل ماشي، يبقى ترينجل بي سي اي. تعالى لي هنا بقى لازم يبقى سيميلر لمين؟ للسي دي اي، يبقى برضه سيميلر للترينجل اللي اسمه سي دي اي. ده اهم حاجه عندي على الاطلاق. هو هنا يا مستر عايز مني اي بي اهو، عايز مني هذا الخط. طب تعالى لو انا جيت قلت بي سي اوفر السي دي، البي سي بكام يا عم؟ البي سي هنا ب 8 ماشي، اوفر السي دي ب 6 هيبقى ايكوال السي اي ب 12 اوفر الدي اي ب 9. جميل. تعالى لي بقى هنا كده، البي اي انا اصلا عايزها اللي هو الحرف الاول والثالث على السي اي موجوده يا مستر ب 12. خلاص مبروك عليه يا باشا. خلي بالك ان دي هي دي اصلا. اوكي فانت هتعمل ده باي ده اوفر ده، او ده باي ده اوفر ده، هيدينا البي اي. ده سؤال من ضمن الاسئله المشهوره جدا برضه يا شباب في الامتحان، يعتبر برضه نفس القصه بتاع السؤال اللي فات بالظبط. هنا انا عايز لينس معين، فعشان اجيب اللينس ده لازم تجيب لي التو ترينجلز اللي هما سيميلر تكتبهم بشكل صح. طب هل التو ترينجلز دول سيميلر ولا لا اصلا؟ ما هو بص يا حبيبي، ما هو انت دلوقتي معاك هنا انجل ايكوال انجل ماشي. بص بقى ركز معايا، الانجل دي كده التو سايدز اللي بيحتووها هنا، التو سايد اللي بيحتووا، خلينا مثلا ايه نعمل انجل باللون الاحمر، والتو سايدز اللي بيحتووها الخط ده والخط ده ماشي يا باشا. طيب هنا الانجل دي كده اللي هي باللون الاخضر، هو كده كده الاحمر والاخضر زي بعض، بس هنا التو سايدز اللي بيحتووها اللي هي مستر هتبقى الخط ده كله ماشي والخط ده. هل فعلا خلي بالك يبقى انا معايا دلوقتي انجل ايكوال انجل. جميل. اللي بيحتوي هذه الانجل واحده 4 واحده 6، واللي بيحتوي الانجل بالاخضر واحده ب 8، خلي بالك دي 6 ودي برده 6، يبقى الخط ده كله ب 12. فانت يا حبيبي لما تقول له صغير على صغير، الصغير من هنا انت عندك واحد ب 4 واحد ب 6، الصغير من هنا 4، لما انا اقول له 4 على الصغير اللي من هناك، هنا واحد ب 8 واحد ب 12، خلاص يبقى اوفر 8، يبقى دي هتدينا كام؟ هاف. اركنها على جنب، ومعاك طبعا انجل ايكوال انجل، ومعايا الكبيره من هنا 6 اوفر الكبيره من هناك ب 12، فبرضه هتدينا هاف. اذا التو ترينجلز دول سيميلر لبعض. اهم حاجه عندي على الاطلاق الترتيب. انا هبدا بالسايد الصغير ثم المتوسط ماشي، ولا مثلا انت كده كده ماشي، خلينا نبدا هنا انت معاك 2.5 ومعاك 4 ومعاك 6، خلاص ممكن تبدا ب 2.5 اللي هو السايد الصغير ثم المتوسط ثم الكبير ماشي يا باشا. مثلا نفترض قلت بي اي ترينجل بي اي سي، الترتيب ده تم على اساس ايه؟ بدات من السايد الصغير رحت للمتوسط ثم رحت للكبير. ده الترينجل ده سيميلر للترينجل مين بقى؟ بص بقى، الصغير من هنا اللي هو هذا الخط اصلا، يعني هذا الخط اصغر من الايت واصغر من 12، يبقى اي دي ثم هتروح للمتوسط، يبقى دي اسمها اي دي سي. ده الترتيب الصح بتاعك يا باشا. هطبق البروبورشن ريشيو عليه، هعرف اجيب اللينس ده بمنتهى التفاهه. نيجي هنا يا شباب للدرس ده اللي هو اخر درس عندك مقرر في شهر اكتوبر، اللي هو الريشيو بتوين الارياز ما بين تو سيميلر تريانجل، بيبقى عباره عن ان انا هروح ماسك السكوير بتاع اي ريشيو من الكورسبوندنج سايدز اللي موجوده معاك. يعني بص يا حبيبي صل على النبي، انت لو عندك ده سيميلر لده، كنا احنا بنستنتج ايه؟ مش انت يا حبيبي كنت بتستنتج ان الاي بي اوفر الدي اتش هيبقى ايكوالز البي سي اوفر الاتش او هيبقى ايكوالز الاي سي اوفر الدي
وكنا بندخل موضوع برضو البريميتر، يبقى البريميتر اوف الترينجل اي بي سي اوفر البريميتر بتاع الدي اتش او. بص بقى يا حبيبي الفورشز اللي قدامك دول، اي واحدة من الاربعة دول انت رحت مسكتها وعملتها باور 2، الاجابة بتاعتك هتديك الريشيو بتوين الارياز. يعني مسكت دي عملتها اول باور 2، هيديك ريشيو بتوين اريا اوفر اريا. يعني افترض انا عايز الاريا بتاع الترينجل اللي هو اسمه اي بي سي، دي الريشيو بتوين الارياز بقى، اوفر الاريا بتاع الترينجل اللي اسمه دي اتش او، ده هيكون ايكوال اي واحده من الاربعه دول تروح عاملها سكوير. بس كده، ده مختصر الدرس اصلا يعني. فاسئله سريعه هنا يا مستر، بيقول لي if the lenses of the two corresponding sides in two similar polygons are 7 and 11، دي ratio between two sides, two corresponding sides كانت 7 to 11، then the ratio between their areas، همسك هذه الراتيو 7 over 11 هروح عاملها باور 2، يروح مدينا على طول الراتيو between their areas، فهتدينا هنا 49 over 121. And the ratio between their perimeters، خلي بالك بقى الراتيو between their perimeters هي نفس الراتيو between the sides، يعني دي بقى هتبقى 7 over 11 او 7 to 11 عادي خالص بهذا الشكل. السؤال ده مستر بيقول لي الترينجل ده سيميلر لهذا الترينجل، ومديني معلومه في غايه الاهميه بهذا الشكل، بيقول لي بقى طب يا ترى الريشيو بتوين الاريا تو اريا كام؟ بص يا حبيبي، احنا دي قلنا زمان ان هنا مفيش رقم يبقى فيه 1، فانا لما اجي اقول له اي بي اوفر الاكس واي وانا راجع مش هرجع فاضي، هتبقى ايكوال ل 3 اوفر 1. يا مستر بص، اي بي اوفر الاكس واي وانا راجع مش هرجع فاضي، هتبقى ايكوال ل 3 اوفر 1. هنا بقى يا حبايبي هو عايز الاريا بتاع التريانجل اكس واي زد، فالمفروض الاكس واي دي، يعني المعلومه دي اصلا انا ممكن اشقلبها واقول لك لسبب ايه دلوقتي. انا ممكن اشقلب، يبقى انت معاك هنا اكس واي اوفر الاي بي، الموضوع ده هيبقى ايكوال ايه؟ شقلب دي برضه هتبقى ايكوال 1 اوفر 3. حضرتك بقى يا مستر قلت لي بص هو عايز الاريا بتاع اكس واي زد بتبقى من فوق في الاول، فيبقى لازم اكس واي تبقى من فوق في الاول. خلي بالك دي ريشيو معينه من البروبورشنال ريشيو، لما اجي اعمل هذا الرقم سكوير هيروح مديني الريشيو بتوين الارياز على طول، يبقى 1 اوفر 3 اول سكوير هتدينا 1 اوفر ال 9، يبقى ده ساعتها الريزلت. هنا برضه مستر بيقول لي طب افرض ان الموضوع ده اتعكس، قال لي ريشيو بتوين الارياز بتوين تو سيميلر تو تريانجلز 9 تو 49، زين ذا ريشيو بتوين اللينسز بقى وبتاع الكورسبوندنج سايدز. خلاص بص يا حبيبي، انا مثلا معايا السايد الاولاني اوفر السايد الاولاني من هناك، ده لو انا عملته سكوير هيدينا مين؟ الاريا الاولى اوفر الاريا الثانيه. طيب الاريا يا حبيبي مديها لك ايه؟ 9 اوفر 49، فالمفروض انا لو انا عايز السايد اوفر السايد على طول يبقى هذا الباور هيروح بالروت، يبقى كل الموضوع ان انا هاخد السكور بتاع ال 9 اوفر ال 49، فيدينا هنا في الاخر 3 اوفر ال 7، يبقى ريشيو بتوين السايدز في الحاله دي هيبقى عباره عن 3 تو 7، اند ريشيو بتوين ذا بريميترز برضه نفس الريشيو بتاع السايدز اللي هي تبقى عباره عن 3 تو 7. اكزامبل تاني، الترينجل ده سيميلر للترينجل ده، ومديني معلومه بيقول لي طبعا ان الاريا بتاع هذا الترينجل ايكوال 9 الاريا بتاع هذا الترينجل. خلي بالك، طب ما هو في هنا ممكن يبقى في 1 مستخبيه، المشكله يبقى الاريا بتاع ده اوفر الاريا بتاع ده وانا راجع مش هرجع فاضي هتبقى ايكوال ال 9 اوفر ال 1. يبقى يا مستر اهو الاريا بتاع الترينجل اي بي سي اوفر الاريا بتاع الترينجل دي اي اف هيبقى ايكوال ايه وانا راجع مش هرجع فاضي؟ هتبقى ايكوال ال 9 اوفر ال 1 بهذا الشكل. طيب انا هنا بقى خلي بالك مديك تو لينسز، بقول لك ان الدي اي والاي بي بكذا. بص اقول لك على حاجه، هو من المعلومه دي اصلا ان الاي بي اوفر الدي اي ماشي من ريشيو معينه من البروبورشنال ريشيو، يعني دي نفسها لو انا عملتها سكوير هيروح مديني مين؟ ريشيو بتوين الاريا اوفر الاريا اللي هي المفروض كام دلوقتي؟ 9 اوفر ال 1. فانا يا حبيبي عايز اتخلص من السكوير ده، فيروح انا على الثانيه بالايه؟ بالسكوير روت. بص يبقى الباور 2 ده يبقى ده مستر اي بي اوفر الدي اي هيبقى عباره عن ذا سكوير روت لمين؟ لل 9 اوفر 1 اللي هو المفروض ب 3 اهو. يبقى اللي انا استفدته، تعالى لي بقى على جنب كده، اللي استفدته انه الاي بي اوفر الدي اي الريشيو دي كده استفدت ان هي طلعت بكام في الاخر؟ ب 3 اللي هي المفروض 3 اوفر 1. فانت المفروض هنا يا حبيبي عندك الدي اي بكام؟ يعني الاي بي هنا
اوفر ال دي اي اللي هي اصلا كانت بفور، المفروض ان الكلام ده ايكوال 3 اوفر 1. انا بقى عايز اي بي بقى خلاص، يبقى ده باي ده اوفر ده هيدينا في الاخر ان الاجابه بتاعتك ب 12. طبعا ده اكزامبل سهل قوي، بيقول لي انا عايز الريش بتوين الارياز. طيب كده كده اصلا على فكره هما الاثنين سيميلر، يعني كده كده انت معاك انجل ايكوال انجل ومعاك الانجل دي ايكوال انجل دي، فكده كده الاثنين دول سيميلر لبعض. اوكي، فعشان كده هو عايز الريشيو بتوين الارياز، فهما سيميلر لبعض. يعني ايه يا حبيبي؟ بص يا بابا، يعني مثلا هو كده كده موضح لك الحروف A B E، هنا التريانجل A B E هيبقى سيميلر للتريانجل C D E بهذا الشكل. اوكي، فانا طبعا معايا اي بي اوفر السي دي هيبقى ايكوال البي اي اوفر الدي اي هيبقى ايكوالز الاي اي اوفر السي اي. طيب الاي بي بتاعتك ب 3 اوفر السي دي بتاعتك ما اعرفهاش، البي اي بتاعتك بص بقى يا حبيب قلبي، البي اي ده اصلا ما دام ده رايت انجل ده تريانجل ات بي، ودي ب 3 ودي 5، دي بقى هتبقى ب 4 من خلال بايثاغورس، من خلال بايثاغورس يا حبيب قلبي. يبقى هنا بي اي اللي هي المفروض بفور يا مستر اوفر الدي اي بقى، الدي اي يا مستر اهي اللي هي المفروض كانت ب 7. ده كده اصلا يا شباب مش عايز الريشيو اللي بعد كده، انا كده كده يلزمني ريشيو معينه اعملها سكوير عشان يديني ريشيو بتوين الارياز، فالمفروض 4 اوفر ال 7 دي نفسها اروح اعملها سكوير فهتدينا 16 اوفر ال 49، يبقى دي ساعتها الريزلت. طيب الاكزامبل ده برضه يا مستر تقريبا نفس الفكره، بس ده اكزامبل جامد قوي. بص بيقول لك انا عايز الاريا بتاع الفيجر اللي اسمه بي دي او دي بي سي اي اللي هو الكوادريلاترال ده، انا عايز الاريا بتاعته حبيب قلبي. فعلى فكره هنا التو تريانجل دول سيميلر لبعض. اوكي، التريانجل الصغير ده سيميلر للتريانجل الكبير، يعني تعالى نكتبه تريانجل اللي اسمه ايه، بدات بالكومن بعد كده دي وبعد كده ايه، سيميلر للتريانجل ايه برضو بعد كده بي وبعد كده سي، الاثنين دول سيميلر لبعض. فانا لو جيت قلت مستر اي دي اوفر الاي بي، ماشي، انا مش عايز بقيه الريشيو، لو عملت دي تحديدا سكوير، طب لان الاي دي معاك والاي بي كلها معاك، لو عملتها الريشيو دي تحديدا عملتها سكوير هيديني الريشيو بتوين الاريا بتاع التريانجل اي دي اي اوفر الاريا بتاع التريانجل اي بي سي. طب هو كان مديني معلومات ايه؟ مديني بيقول لي ان الاريا بتاع التريانجل اي دي اي ب 8، يعني الاريا بتاع التريانجل الصغنطط اللي فوق ده ب 8. بص بقى يا باشا، يبقى دي كده ب 8، ماشي، انا عايز الاريا بتاع التريانجل اي بي سي كلها، هقول لك هجيبها ليه دلوقتي. وخلي بالك اي دي اوفر الاي بي يعني معناها مستر 2 اوفر الاي بي كامله اللي هي ب 6، ولكن انا هعملها سكوير بهذا الشكل. اوكي تعال نكمل هنا، 2 سكوير طبعا يبقى 4 و 6 سكوير ب 36، وادي يا مستر 8 وادي الاريا بتاع التريانجل اي بي سي بهذا الشكل. بص بقى يا حبيب قلبي، حضرتك هتجيب لي الاريا بتاع التريانجل اي بي سي عادي خالص عن طريق ده باي ده اوفر ده، دي هتطلع لي بناتج معين، الناتج ده يا حبيبي هيبقى بتاع التريانجل ده كله، هنعمل ماينس الاريا بتاع التريانجل الصغنطط اللي هو المفروض 8، هيروح مديني الاريا بتاع الشكل المتبقي اللي هو ده. يبقى انا بعد ما اجيب الاريا بتاع ترينجل اي بي سي اصبح معايا الاريا بتاع الشكل ده كله برقم معين، هروح عامله ماينس ال 8 هيروح مديني الاريا بتاع الكوادريلاترال اللي هو اصلا عايزه في السؤال. اكزامبل تاني تحس ان هو برضه شبهه بس لعب لي في الموضوع شويه، بيقول ان انا المره دي مديك الاريا بتاع الكوادريلاترال نفسه، يعني بيقول لك الاريا بتاع اي بي اي دي اي بي اي دي دي كده تحديدا ب 42. فهو هنا بقى يا شباب عايز الاريا بتاع ترينجل سي اي دي، بص سي اي دي اللي هو بص يا حبيبي انا هعتبر ان الاريا بتاع هذا الترينجل اسمه اكس مثلا، فالمقارنه بتاعتي بتتم على اساس ايه؟ انت طبعا معاك بارلل، يعني الانجل دي زي الانجل دي ومعاك الانجل دي زي الانجل دي، فبمنتهى البساطه اقدر اقول له ان الترينجل اللي اسمه سي دي اي هيبقى سيميلر للترينجل اللي اسمه سي برضه اللي هو الكومن بعد كده اي بي، ماشي يا حبيبي. المفروض سي دي اوفر السي اي مش عايزها، دي اي اوفر الاي بي برضو مش عايزها، هنا بقى دي اللي عايزها سي اي اوفر السي بي، لان دي اللي هتدينا رقم معين، دي لا يا مستر لو انا عملتها سكوير هتديني ايه بقى؟ هتديني الريشيو بتوين الاريا بتاع الترينجل سي دي اي اوفر الريشيو بتاع او اوفر الاريا بتاع الترينجل سي اي بي بهذا الشكل. طب بص يا حبيبي، هنا دلوقتي السي اي بتاعتك ب 4 اوفر السي بي كامله اللي هي كانت ب 10، انا لو عملتها بقى سكوير هيديني مين؟ الاريا بتاعت ترينجل سي دي اي. بص بقى يا حبيبي،
سي سي دي اي اللي انا هسميها من عندي حاجه اسمها اكس اوكي اوفر الاريا بتاعت رانجل سي اي بي الاريا بتاعت رانجل ده كله هتكون مكونه من حاجه اسمها اكس بلس 42 اه يا مستر اكس بلس 42 اصبح الموضوع معايا تافه جدا 4 سكوير دي اصلا ب 16 و10 سكوير ب 100 هذا الموضوع ايكوال الاكس اوفر الاكس بلس 4 يا باشا بس كده سوري دي 42 الاريا بتاعه ترينجل سي اي بي كلها اللي هي الجزء ده والجزء ده اللي هو اكس بلس 42 اهو بس يا باشا كروس ملتيبليكيشن هيبقى عندك وان فاريبل اللي هي قيمه اسمها اكس هذا الاكس اللي هو بتاع الاريا بتاع ترينجل اللي هو اصلا عايزها بالظبط يبقى احنا كده حلينا السؤال كده حبايبي يعتبر غطينا كل الافكار اللي ممكن تيجي لك في الامتحان بشكل متوسع جامد جدا اتمنى ان شاء الله الامور تكون مستقره معاكم بشكل كبير واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.